بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة ختام الأسبوع. وزي ما أنتم متعودين ختام الأسبوع معانا القضية، والقضية الأسبوعية بالتأكيد اللي مستمرة معانا منذ بداية الموسم، قضية التحكيم وحلقة الفار. النهاردة حلقة من العيار الثقيل، لأن النهاردة بالتأكيد هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا. ولكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل، اكيد جمهور النادي الاهلي عايز يطمن على الفريق. الفريق بيستعد لمباراه الاتحاد السكندري، استئناف مباريات الدوري، بالطبع مباراه هامه جدا مع الاتحاد على صداره المسابقه مبكرا، واحنا في الاسبوع الثالث. بالامس كان اول تجمع للفريق بالقوام الكامل بعد انضمام الدوليين، وبعد تواجد كل العناصر الدوليه اللي شاركت مع المنتخبات في الاجنده الدوليه بالتصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات كاس الامم في الايام الماضيه. في تحدي كبير جدا قدام مارسيل كولر في مباراه الاتحاد السكندري، وهذه البطوله بالتاكيد نظامها مختلف، فبالتالي كل مباراه وكانها اشبه بلقاءات الكؤوس. طبعا الشغل الشاغل دلوقتي، الناس كلها عايزه تطمن على اصابه وسام ابو علي. النهارده باذن الله من خلال متابعتنا لتدريبات فريق النادي الاهلي هيكون معانا كافه التفاصيل، وهنطمنكم بالتاكيد من خلال مراسلنا ومن خلال الجهاز الطبي اخر الاخبار الخاصه المتعلقه بوسام ابو علي، اللي بنسبه كبيره ممكن ما يكونش موجود في مباراه الاتحاد يوم الجمعه. ولكن مده الغياب هتبقى قد ايه؟ ده النهارده هنحاول نعرفه اول ما يكون في معلومه رسميه من قبل الجهاز الطبي والجهاز الفن. كمان اختيارات الفريق، القايمة، كل ده بالتأكيد هنتابعه النهاردة من خلال متابعتنا لبرنامج الترند، وهنعيش معاكم الأجواء المتعلقة بتدريبات الفريق لحظة بلحظة. طيب هبدأ معاكم بتوبيك حاليا موجود على السوشيال ميديا وترند على السوشيال ميديا، مباراة الكرة النسائية بين إنبي والأهلي. ليه ببدأ بإنبي؟ لأن إنبي هو المستضيف لمباراته اليوم أمام الأهلي في مسابقة الدوري الخاص بالكرة النسائية. والنهاردة يمكن المباراة لم يتم إقامتها بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، الأمر الذي اضطر إليه حكمة اللقاء الكابتن نورة سمير لإلغاء المباراة وعدم إقامتها بسبب عدم وجود سيارة إسعاف بعد مرور 20 دقيقة طبقا للائحة من موعد انطلاق وبداية اللقاء. للوهلة الأولى كده ممكن الناس تتكلم على غياب سيارة الإسعاف، وإحنا كنا لسه بنتكلم على واقعة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وواقعة أحمد رفعت ممرش عليها أكتر من 6-7 شهور، فالأمر ممكن يكون طبي. ولكن الأمر ليه ترند على السوشيال ميديا؟ مش فكرة غياب سيارة الإسعاف، فكرة إن كمان الأمور متعلقة إن المسابقة السنة دي بتحصل فيها حاجات بعيدة تماما عن فكرة المنافسة الرياضية. بمعنى الأهلي بيلعب مباراة مع فريقه كسبان 9-0، فجأة الفريق انسحب وما كملش المباراة. طب انت لما بتسأل على فريق انسحب وخسران 9، اللائحة بتقول ايه؟ يقول لك لا، يعتبر منسحب فبيتخصم منه 3 نقاط، والمباراة بتعتبر نتيجتها 2-0 او 3-0، حاجة زي كده يعني. طب ماشي اوكي، هي هتفرق مسألة الأهداف؟ الكل قال لك اه. فالنهاردة الناس بتتكلم في فكرة ان سيارة الإسعاف مش موجودة، فممكن المباراة بدل ما كان الأهلي يكسب إنبي مثلا سي 9-10-11 طبقا للنتائج اللي احنا بنشوفها من اول ما انطلقت المسابقه، لان في فرق كتيره يبدو انها ما استعدتش للنظام ده او للمسابقه دي، وما كانش عندها هيستوري جيد جدا في الكره النسائيه، عكس الاهلي على فكره اللي بدا السنه دي بس داخل بقل يعني بقوه وبكل جديه. والاهلي صرف، جاب مدير فني اجنبي بالامس طبعا شفناه في حواره مع الكابتن احمد شوبير في برنامج حارس الاهلي ديمتري لابوف، وشفنا صفقات لاعبات اجانب، وشفنا لاعبات على اعلى مستوى في فريق النادي الاهلي للكره النسائيه. فالاهلي بيكسب ماتشات بالسبعه وبالثمانيه وبالتسعه، فبالتالي عرفنا ان فرق الاهداف بيفرق في نهايه المسابقه. طب لما فرقه بتنسحب، او لما فرقه ما بتجيش المباراه، او فرقه بتيجي ما بتلعبش المباراه، 3 نقاط يعني خصم 3 نقاط واعتباره مثلا ايه منسحبا، فبالتالي خسران 2-0 او 3-0. فبالتالي لما تيجي في نهايه الموسم معدل اهدافك انت كنادي اهلي قدام الفرق المنافسه اكيد هيبقى قليل. ليه؟ لان في فرق بتيجي قدامك بتنسحب، فبدل ما بتتحسب السكور الهاي سكور العالي 9-10 بتلاقي نفسك لا، 3 في ماتش انبي، 3 ما اعرفش في ماتش مين، 2 في ماتش مين، فتلاقي الفرق السكور بينك وبين الفرق المنافسه خاصه فرقه مسار اللي لسه راجعه من دوري ابطال افريقيا هتلاقي فرق السكور بعيد، فيخلي مسار في المركز الاول او فرقه ممكن تنافسك في المركز الاول وانت في المركز الثاني. الناس تقول لي طب ما انت لسه عندك مواجهه مباشره مع الفرق دي، ماشي، بس في نقطه غايبه عن المسؤولين عن نظام اللوائح. أنا كل ده بتكلم لو عربية الإسعاف مش موجودة،
انا برضو الناس لسه عماله لسه بتسال وبتستفسر عن فكره العربيه موجوده ولا مش موجوده. طب هل جت وما دخلتش الملعب ولا ما جتش اصلا؟ دي نقاط اكيد هنسال فيها النهارده عشان نعرف تفاصيلها. لكن الماتش ده بنتيجته باحداثه هي ترند على السوشيال ميديا دلوقتي، لان الناس كلها عايزه تعرف هو حسم الدوري هيكون بفرق الاهداف في حاله التساوي النقاط، لان ممكن الفريقين اللي بينافسوا بعض يتعادلوا في الدور الاول اللي هو بنفس نظام الدوري بتاع فريق الرجال. على فكره انت بتلعب دوري من دور واحد، بتلعب بعد كده دوري تصفيه فيما بعد، فبالتالي افرض الفرقه اللي بتتنافس اتعادلت، طب بعد التعادل بيقول لك ايه؟ بتروح للاهداف. طب هنا لما فرقه تنسحب شكل الاهداف هيبقى عامل ازاي؟ كل دي تفاصيل اكيد الناس عايزه تعرفها، ولكن تعالوا نروح دلوقتي عشان نعرف هي سياره الاسعاف جت ولا ما جتش؟ ولو جت وما دخلتش الملعب، فكره الاهداف فعلا مؤثره في التفاصيل دي ولا لا؟ لذلك دلوقتي انا معايا على التليفون كابتن شادي محمد مدير جهاز الكره النسائيه بالنادي الاهلي، واللي بالتاكيد بيشرفني وبينورني على شاشه قناه الاهلي، وفرصه انا عارف ان هي جايه متاخره شويه، بس ابارك له بالتاكيد على تولي هذه المسؤوليه والنتائج الايجابيه والنجاحات اللي موجوده في هذا القطاع منذ ان تولى المسؤوليه. كابتن شادي منور الدنيا ومساء الفل. استاذ محمد مساء الفل، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك حبيبي. بالتوفيق دايما يا رب في قطاع الكره النسائيه اللي بدا بشكل جيد جدا ووضع عملاقا زي ما احنا شايفين من خلال النتائج، لدرجه ان الفرق حتى بتنسحب من قدام الاهلي. كسبتوا دجله اللي لعب طويل في الكره النسائيه، ولكن احداث النهارده في لقاء انبي على ملعب انبي، المشهد شفته ازاي والمعلومات اللي عندك كابتن شادي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بس حتى يعني في الاول وفي الاخر احنا يهمنا سلامه اللعيبه كلها، انبي كمان قبل لعيبتنا. ولكن حتى لو ما فيش اسعاف انا مستحيل كنت العب لغايه لما الاسعاف تبقى موجوده، علشان اهم حاجه زي ما قلت لك سلامه لعبتنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، كله بيستغل ثغرات اللوائح اللي موجوده من اتحاد الكوره وفي تفاصيل غريبه عجيبه لا تليق ابدا باللي انت عايز تنهض بلعبه. احنا بنتكلم كرة القدم النسائية موجودة في العالم كله دلوقتي، واحنا المفروض على علمي يعني بادئين متأخر جدا. لازم عندك منتخب قوي، لازم عندك قطاعات ناشئين قوية جدا. فقررنا ان النادي الاهلي لما يدخل ضربة البداية يدخل باسمه الكبير، يدخل قوي. اكيد. يدخل قوي بنظامه بعد اعداد كبيرة جدا مع كابتن محمود الخطيب، وحطينا بلان واثنين وثلاثة. ثم قررنا ان احنا هنلعب باسم النادي الاهلي، وهنحاول في قدر المستطاع نجيب اللعيبه اللي تليق باسم النادي الاهلي وكمان المدرب اللي يليق باسم النادي الاهلي. اصطدمنا بواقع غريب عجيب. بطوله الدوري اللائحه بتقول بالاهداف. طب انا في فرقه بتيجي ما تلعبنيش وتروح مع فرقه ثانيه تخسر بال10 وال9. طب ما هتتحسب بالاهداف. يبقى انا بذلت مجهود على مدار السنه، وبالتالي الاقي نفسي في المكان اللي انا ما استحقهاش. رقم اثنين، اللي انا النهارده طبيعي هدخل معسكر لعيبه بنفرق، طبيعي يبقى فيه مكافئات، طبيعي يبقى فيه لاب لاب امور كتير جدا ماليه، مين يتحملها والفرق بتنسحب، فرق مش على قدر المسؤوليه، وفرق بتتلاعب بشكل كبير جدا وبتعبث بالمنظومه الكوره. هل انتوا عايزين تطوير ولا للقطاع ده؟ هل عاوزين تحلموا زي ما احنا حلمنا الحلم وعملنا فريق محترم؟ انا ما بقولش هاخد كل حاجه، انا بقول انا داخل بنافس الناس القديمه وبحترم كل الفرق وبحترم كل المدربين وبحترم كل الانديه، لان انت كمان لازم تحترمني، تحترمني كاسم النادي الاهلي، انا رقم واحد في العاب كتير جدا وبضخ لكل منتخبات الوطنيه لعيبه باسم النادي الاهلي، سله، طايره، يد، تنس، كل حاجه. اكيد. فلما النادي الاهلي بيدخل بيتطور. النادي الاهلي لما بيدخل القاعده بتنتشر، بيبقى في نظام وانضباط، في عوار واضح في اللوائح. ليه؟ علشان الفرق المفروض لما تعمل كده وما فيش رادع، لما تدفعهم 50 60 ألف جنيه اللي ينسحب او يقول لك الاسعاف مش موجوده، وتكتشف الاسعاف موجوده في مكان بره، لكن ما ينفعش اللي هو ده طبيعي يعني، شويه الاسعاف كانت موجوده شويه لا مش موجوده، ثم واحنا بنتحرك لقينا الاسعاف جايه بتعمل صوت وموجوده فجاه. موجوده داخل النادي؟ لا، موجوده بعد خلاص لما الحكم لغى المباراه. الحكم النهارده كابتن يارا لغت المباراه،
ومراقب المباراه حتى كان مستاء جدا، ولا حول ولا قوه، لان في الاول وفي الاخر مش هو المنوط بينفذ اللوائح. اكيد. ولا هينفع فكره الاهداف دي طالما نوت فير، فرق تلعب مع نادي وتخسر عادي، تيجي قدام النادي الاهلي تعمل الاعيب مش حلوه. وكره القدم مبنيه على النزاهه، على المجهود والتعب. الفير بلاي. لما تاخد المركز الاول مظبوط، بالتعب والمجهود. رقم اثنين، اي فريق غير قادر على مباراه دوري كره القدم السيدات ما يشتركش، وتحافظ على شكلك واسم ناديك. دي نصيحه لوجه الله. طيب. اللي مش الغير قادر ما يجريش اي حد، وما يشتركش نادي تاني يشترك يقدر ينافس. يعني انا بحالي فرقه الجونه بمدربها من خلال قناه النادي الاهلي، لانه جالي بعد المباراه قال لي انا بعلم الولاد اللي هم يكافحوا للاخر، بعلم الولاد اللي ما فيش حاجه اسمها انسحاب، وخسر بسكور كبير، ولكن ده احتراما عندي انا كمسؤول وعند المنظومه. ليه؟ لانه الراجل كمل، قال لي بناته مش هنخرج، هنكمل وهنلعب. طب كابتن شادي، انا من خلال متابعتي للمواقع وحتى قريت لك تصريحات قبل البرنامج، انتوا سيارة الإسعاف والصور اللي أنا شفتها هي داخل النادي بجوار الملعب ولا المشهد كان إزاي؟ لا، هو حضرتك قبل ما يبتدي اللعيبة كان في إسعاف موجودة بره. أوكي. أنا بحكي لك المشهد، ودي الأمانة أمام الله. بالظبط. جاء المصري يبتدي، الإسعاف مش موجودة، فالحكم مش هيبتدي إلا غير والإسعاف إيه؟ طبعًا. موجودة. أصل مش عارف ال ال عمال تسمع كلام غريب. احنا كنادي اهلي يعني بنتفرج بنشوف الوضع هيوصل لايه. المباراه مش على ارضك، على ارض انبي، فهو المسؤول عن بالظبط. بالظبط. فقاعد بتفرج انا والمدرب. اول حاجه اتقال لنا ان الاداري نسي يكلم الاسعاف، ثم اتقال لنا اللي في حد تعب في الاسعاف اخدته، فبعد نجيب اسعاف ثانيه. حكمت المباراه تمتلك من الخبره، فقعدت مستمع منتظر صدق تمام. فالحكم قالت الكلام ده بيحصل، وشغل واضح اللي مش هيبقى فيه اسعاف عشان ممكن ما يلعبش، ولكن ننتظر. انتظرنا الوقت الرسمي. بالظبط. بنطلع على الباص بتاعنا لقينا اسعاف في الظهر مستخبيه. ياه. هي دي الحقيقه. فطبيعي انا اما بدخل زي ما قلت لك، انا 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 كنادي اهلي لما بندخل حاجه بندخل بنحترم الانديه، بنعمل نظام، بنعمل لوائحنا، بنحاول نوصل للشكل عشان النادي الاهلي مدرسه بيتعلم منها الجميع في كل الالعاب بالمناسبه، في كل الالعاب. عايزين نطور عشان احنا أكيد. عارفين اللي فيه قصور من سنين السنين. اكيد. في حاجات مش بصدد اللي اتكلم فيها، فقررنا ان احنا نشتغل بس ومالناش دعوه بحد. لكن انت النهارده اللائحه بتقول الاهداف ازاي بالوضع ده؟ هنستنى بقى نشوف الاتحاد. شايف كده من اول اسبوع واثنين وثلاثه ما اتغير يا فندم. اتغير؟ لا اكيد اكيد. هنستنى نشوف يعني النهارده يا استاذ محمد. اتفضل. لما حد بينسحب اعمل عقوبات شديده عشان غيره ما ينسحبش. عشان اعالج بسرعه لازم ننام وبالراحه وبهدوء وعلى مهلنا وخاف ومرتعش. ده غير طبيعي، غير طبيعي وغير مقبول لمصلحه، مش لمصلحه النادي الاهلي، بالتاكيد لمصلحه المنظومه باذن الله. اكيد. كابتن شادي محمد مدير جهاز الكره النسائيه في النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واعتقد جبنا لكم التفاصيل الحقيقيه والمشهد بالكامل اللي حصل في ملعب انبي بعدم اقامه مباراه انبي والاهلي في الكره النسائيه، وبالتالي قرار حكم اللقاء او حكمه اللقاء بالغاء المباراه وكتاب التقرير. وننتظر اتحاد الكوره يشوف المشهد اللي احنا بنتفرج عليه ده. قصه مش قصه بقى اسعاف مش موجوده ولاعبات وامور طبيه، ده احنا دخلنا في مساله فير بلاي ونتائج ممكن توصل لمرحله الاهداف والتلاعب في النتائج في نهايه المسابقه. ركزوا في التفاصيل دي. عموما دي كانت مقدمه استثنائيه في برنامج الترند، لكن بسرعه نروح لسؤال حلقه النهارده. والنهارده احنا طرحين سؤال له علاقه بمباراه الاهلي والاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه. عايز اعرف توقعات حضراتكم على تشكيل المباراه وتوقعاتكم كمان لنتيجه اللقاء. الكل يدخل ويشارك معانا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير ان شاء الله باذن الله يكون معانا وقت ونستعرض توقعات حضراتكم. لكن نروح دلوقتي لاهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد غدا. كمان الأهلي يشارك في اجتماع فيفا التنسيقي لكأس الانتر كونتيننتال.
وفي الترند العالمي بايرن ميونخ يجمد مفاوضات التعاقد مع مرموش. زي ما انتم شايفين طبعا مقدمه استثنائيه وكلام مهم جدا على مباراه انبي والاهلي في الكره النسائيه، وكان لازم نبدا بمداخله مع الكابتن شادي محمد، لكن من خلال العناوين ومن خلال السؤال والفقره الحواريه والتوب نيوز عندنا كواليس وتفاصيل مهمه جدا، كل ده هيكون معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره التوب نيوز، وزي ما قلت لحضراتكم في حلقه الامس ان النهارده في اجتماعات مهمه جدا للنادي الاهلي مع مسؤولي الاتحاد الدولي، اسبوع حاسم في عده ملفات وعده اجتماعات مع الاتحاد الدولي فيفا. ليه؟ عندك بطوله انتر كونتيننتال الشهر المقبل في منتصف ديسمبر وهتلعب مباراه وباذن الله ممكن يكونوا مباراتين، وبعدها بحوالي 6 شهور عندك مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه وقرعه البطوله 5 ديسمبر المقبل، يعني بالظبط بعد حوالي اسبوعين. فالنهارده كانت اولى الاجتماعات، والاجتماع النهارده كان الساعه 10 صباحا بتوقيت القاهره، اجتماع تنسيقي وترتيبات متعلقه بكل الامور اللوجستيه اول ما تسافر الى قطر. النهارده ممثلو الاهلي شاركوا برئاسه المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي في ورشه عمل مع مسؤول الفيفا، واللي جرت عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لمناقشه كافه الترتيبات الخاصه بالمراحل الختاميه لبطوله كاس التحدي ونهائي بطولة كأس القارات للأندية الانتر كونتيننتال والمقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل. ورشة العمل تمت مراجعة فيها إيه؟ كافة الضوابط التنظيمية والإدارية اللي اشتملت على الإقامة، وإحنا قلنا لكم الفندق فين بالظبط في وسط الدوحة، ملاعب التدريب واللي هتكون في ملعب الإرسال بعد وصول البعثة إلى قطر يوم 10 ديسمبر بإذن الله، وموعد التدريب. حتى التدريبات قلنا لكم مواعيدها كلها هتبقى تدريبات مسائية، مفيش تدريبات صباحية. طب إزاي الخاص بالأهلي في البطولة؟ في مباراة 14 ديسمبر الأهلي هيرتدي القميص الأحمر والشورت الأبيض أمام الفائز في بطل كأس يعني ديربي الأمريكتين، يا إما الفرقتين من البرازيل يا إما باتشوكا المكسيك. طب إذا ربنا كرمنا وصلنا فاينل أمام ريال مدريد، الأهلي هيرتدي القميص الأحمر وهيغير لون الشورت لأن ريال مدريد هيكون هو صاحب الملعب وهو بطل أوروبا اللي جاي يلعب المباراة الختامية يوم 18 ديسمبر. كمان تم التأكيد على مواعيد الطيران، بإذن الله الأهلي هيسافر يوم 10 ديسمبر سفر البعثة، مواعيد المؤتمرات الصحفية للبطولة، نظام الحصول على التأشيرات، التغطية الإعلامية، كبار الزوار، كشف المنشطات قبل وبعد المباريات وبعض الأمور الطبية. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالأمس برضو كان خبر خاص للترند من مصادرنا في الفيفا، سيتم منح كل نادي مشارك في هذه البطولة 40 دعوة VIP عشان كبار الزوار من مسؤولي الأهلي والضيوف يكونوا موجودين في المقصورة الرئيسية أو صالة الفي اي بي في ملعب 974، وإذا كمان تأهلنا بإذن الله إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد. الورشة العمل طبعا كانت برئاسة المهندس خالد مرتجي، حضرها الكابتن سمير عدلي المدير الإداري والكابتن ماهر عبد العزيز، ممثلين طبعا من الجهاز الإداري دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، ومن إدارة الإعلام الزميل محمد سلطان وأشرف أيمن، والمهندسة حنان الزيني مديرة اللوائح والتراخيص اللي هو علاء صلاح المنسق الأمني لقطاع الكورة، الأستاذ هاني حساب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، والأستاذ محمد أبو عقيل مدير إدارة التسويق بالنادي، ومن شركة الأهلي لكرة القدم الأستاذة نيرة علي مديرة التسويق، وأحمد الطوخي وأحمد عزب مسؤولي رعاية الملابس بقطاع الكورة، كل واحد في تخصصه. الأهلي مش سايب هفوة صغيرة للصدفة، كل حاجة بالتخصص، حتى على مسألة إن لو في إمكانية إن الأهلي ياخد 850 تذكرة ويقدر يعمل رحلات للجماهير، النهاردة كان حاضر من شركة الأهلي للخدمات الرياضية الأستاذ هاني حسام المدير التنفيذي، عشان كل حاجة تبقى محسوبة بالورقة والقلم للتحضير لهذه البطولة. وده نظام الأهلي دايما، والأهلي الحمد لله من خلال أكتر من 20 سنة تعامل مع مختلف المؤسسات وعلى رأس الهرم الأكبر منظومة الاتحاد الدولي فيفا، تبقى عارف الفيفا متطلباته ايه، اجتماعاته عايزه ايه، ورشه العمل بنشتغل عليها ازاي. وده اللي بيفرق النادي الاهلي كعمل مؤسسي عن اي مكان تاني، حتى في التنظيم عمرك ما تلاقي فيه غرامه على الاهلي لعمليه تنظيميه اداريه الا لما بتحصل مره كل مثلا 10 سنين. شايفين حتى صوره الاجتماع النهارده، وفد النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي وكل الزملاء وكل الادارات التنفيذيه كل في تخصصه موجود النهارده على طاوله الاجتماع في فيديو كونفرنس مع مسؤولي الاتحاد الدولي. واحنا هنا كمان في برنامج الترند بنحاول قدر الامكان
من مصادرنا سواء في الفيفا او في الكاف، بنحاول نقرب لكم شويه الصوره لغايه لما بتبقى معلنه من الجهات الرسميه عشان نقربكم شويه من الاحداث خلال الفتره اللي جايه. بنحاول قدر الامكان بنشتغل على الجزئيات دي، لان عارف للاسف الاعلام الرياضي للاسف يعني لما الاهلي بيشارك في البطولات دي ما بيتناقشوش في البطولات دي الا لما الاهلي يجي يلعب الماتش. طب تفاصيلها بقى محدش بيركز، رغم ان انت بتتكلم على نادي مصري وعربي دايما كل اجتماعاته مع المنظومه الاكبر او الراس اللي بتدير الكوره في العالم الاتحاد الدولي فيفا. بالمناسبه كمان النهارده كان عندنا تواصل مع الزملاء الصحفيين اللي حضروا النهارده جلسه حواريه كانت مهمه جدا للجنه المنظمه المحليه مع رابطه مشجعي الاهلي ومع الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين. وحتى احنا بنشكر الاستاذ اسامه السويسي ان هو مدينا ببعض التفاصيل النهارده من خلال احاديث مهمه جدا للاستاذ حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجاريه والتسويق والاتصال في اللجنه المنظمه المحليه. النهارده اتكلم في نقاط مهمه جدا ليها علاقه ازاي هينظموا الحدث ده، ازاي هيسهلوا حضور الجماهير. والنهارده منصه فيفا بالمناسبه فتحت حجز التذاكر لكافه الجماهير، ومعلوماتي ان الحجز التذاكر بالنسبه لجمهور الاهلي اللي كان متاح النهارده نفد بالكامل، ودي دفعات لغايه ميعاد المباراه باذن الله يوم 14 ديسمبر. نطلع نشوف الاستاذ حسن ربيع الكواري في جلسه حواريه مع الاعلام ومع رابطه مشجعي الاهلي في قطر، ابرز تصريحاته النهارده في التحضير لاستضافه الاهلي وجمهور الاهلي الشهر المقبل في الدوحه. نتابع. يوجد اماكن لبيع التذاكر في الملعب، الملعب اللي موجود لما تشوف مكتوب لمساعده التذاكر هو ريزولوشن سنتر لحل المشاكل. انا حامل تذكره وعندي تذكره على تطبيقي، ولاي سبب إن كان صارت لي اشكاليه تقنيه. تروح عند الشباب هناك يقول لك والله انا اقدر احل لك اياها، اقدر اساعدك اعمل لك. هو ما راح يبيع لك تذكره الا ما عنده تذاكر. الموجودين او الاكشاك اللي موجوده هناك فقط لحل والمساعده لحاملي التذاكر اذا كان عنده اشكاليه فقط يعني. فهاي بعد واحده من التوصيات المهمه، ان لم يكن هناك اي مكان لبيع التذاكر الا في حاله، واحنا قاعدين نتكلم الا في حاله تم الاعلان عن ذلك، لكن حاليا انت ما عندك موجود. وطبعا 100% ما راح يكون اي بيع للتذاكر عند الملاعب. هذه يعني النقطه توقفت من فتره طويله لمشاكلها العديده اللي قاعد تسببها. نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة نوضحها لكل السادة المشاهدين، التذاكر اللي هتقدر تحجزها وتحصل عليها إلكترونية من منصة الفيفا دي التذاكر اللي هتدخل بها المباراة. هل حد يتوقع أن ممكن تكون في تذاكر بتتباع من خلال الأكشاك اللي هتتعمل في ملعب 974 أو في استاد لوسيل؟ لا. الأستاذ حسن ربيع الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية أكد أن الأكشاك اللي هتكون موجودة في الملاعب دي لمسألة تسهيل دخول الجماهير. حاجة تانية، كانت رابطة المشجعين بتحاول في التواصل مع اللجنة المنظمة المحلية وأيضا الاتحاد الدولي ومن خلال النادي الأهلي أن يتم منح جمهور الأهلي الدرجة الثالثة شمال كأيقونة لجماهير الأهلي عشان التشجيع والدخلات وكل التفاصيل. طبعا احنا عارفين نظام الحجز التذاكر بالنسبة للفيفا ما بيعملش تخصص أو تخصيص نسب أو أماكن معينة في الملعب، هو بيفتح المدرجات كلها للجماهير. ولكن حسب معلوماتي وحسب اتصالات اللجنه المنظمه المحليه مع الاتحاد الدولي، قدر الامكان هيكون في مساحه مخصصه بمساحه كبيره ان شاء الله في الدرجه الثالثه شمال لجماهير النادي الاهلي عشان تبقى ايقونه التشجيع من الثالثه شمال في كل مدرجات استاد 974 لتشجيع الاهلي في مباراه كاس التحدي، بطوله قاريه جديده بتنتظر الاهلي باذن الله في 14 ديسمبر المقبل. الواحد جسمه بيقشعر كل ما بيتكلم على الاحداث العالميه الكبيره دي، وبينتظرنا باذن الله حدث كبير جدا في قطر الفتره اللي جايه. وهنا في الترند يوميا بنحاول كل يوم يكون عندنا خبر جديد ومعلومه جديده عشان نعيش الاجواء والحدث الاستثنائي باذن الله في الفتره اللي جايه. طيب ده جانب متعلق ببطوله انتر كونتيننتال في الدوحه. مونديال الانديه لسه تفاصيل التصنيف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ممكن يكون عندنا جديد في موضوع تصنيف الانديه اللي هتشارك في كاس مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه. طب الاهلي النهارده عنده تدريب مسائي بيستعد لمواجهه الاتحاد السكندري، ماتش صعب جدا. والدوليين انضموا بالامس، يعني كولر عشان يشتغل بالقوام الكامل يا دوبك هم 48 ساعه، والنهارده التدريب خفيف مش هيقدر يعمل شغل التكتيك او الشغل اللي فيه مجهود بدني كبير، لان النهارده يعني التراي ماتش ليله المباراه. ولكن كافه التفاصيل المتعلقه بالتدريب، اخبار وسام ابو علي اذا كان هناك معلومه رسميه الجهاز الطبي خلاص حدد مده الغياب، كل ده دلوقتي هنروح الى مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان نعرفه من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي النهارده حضر وشاهد وتابع
كافة التفاصيل المتعلقة بمران الفريق. كريم مساء الفل، آخر الأخبار عندك، وجمهور النادي الأهلي بالتأكيد مستني منك ومستني يسمع كل الجديد قبل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم. مساء الخير عليك زميلي عايز محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التقدير ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي. بالتاكيد يا محمد، طبعا يعني هو التدريب الاخير، ويمكن هي مرحله مهمه جدا، مرحله فيها تلاحم كبير جدا خلال الفتره القادمه. مش هنتكلم طبعا على الدوليين الاول على قد ما احنا هنتكلم على كل الجاهزيه لكل لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله الامر اللي احنا بنحاول ان احنا نسال عليه بعد ما بيكون في مباريات خاصه بمنتخبنا الوطني، اللعيبه اللي راجعه هل حد بيشكي من حاجه، هل في اجهاد، حتى لو ما حدش شارك بشكل كبير لكن ممكن يكون في التدريبات حد بعده عنده الاحمال او بعض الشكوى او حاجه. لكن الحمد لله محمد كل لاعبتنا الدوليين اللي رجعت طبعا لتدريب النادي الاهلي الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا بدنيا وطبيا وفنيا، فده امر مهم جدا بيسعدنا على قد ما بيسعدنا، وعلى قد ما احنا كمان يمكن بنحاول نطمن على كل اللاعبين المصابين. لكن يمكن وسام زي ما انت عارف يا محمد هي كدمه قويه في مشط القدم، بيحاول طبعا الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان هو يضع برنامج مميز وبرنامج هام وبرنامج دقيق جدا عشان تكون في استشفاء كبيره جدا لوسام. يمكن هو ما شاركش في التدريب النهارده، حاولنا ان احنا نشوفه في جري خفيف حوالين الملعب او كده، ما شفناش وسام بيشارك خالص النهارده في اي امور خاصه على الملعب او جري حوالين الملعب. لكن من الواضح ان هو موضوع له برنامج مبدئيا طبعا في الجيم، حاجات كلها طبعا تقويه، جلسات كلها امور معتاده. لكن ان شاء الله باذن الله وسام يعدي بقى مباراه الاتحاد السكندري، واملنا كبير جدا ان شاء الله باذن الله بعد مباراه الاتحاد السكندري يعني يستعيد بقى قواه من جديد. وزي ما بنقول الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا الحقيقه مع كل اللاعبين، سواء مع اشرف داري، مع وسام، مع معلول، مع كريم فؤاد، في مجهود كبير جدا بيبذل مع كل اللاعبين. لكن ان شاء الله باذن الله وسام قيمته كبيره جدا، فان شاء الله يكون متواجد خلال المرحله القادمه مع فريق النادي الاهلي. يمكن مع غياب وسام كولر الحقيقه بيجتمع مع كهربا، بيتكلم معاه، بيحفزه، بيديله الحقيقه دفعه معنويه كبيره جدا، لان ان شاء الله محمد كهربا هيكون متواجد باذن الله ان شاء الله في مباراه الغد. فعشان كده بنتمنى له كل التوفيق كهربا وكل اللعيبه. كهربا عنده مهمه جدا كبيره جدا غدا ان شاء الله باذن الله. كل جمهور النادي الاهلي منتظر بالحقيقه كهربا ان هو يرجع من جديد لمستواه. الفرصه هتجيله يمسك فيها زي ما بنقول مع او لغه كره القدم زي ما بتقول، امسك في الفرصه وان شاء الله باذن الله يكون موفق. تدريب اخير محمد النهارده، يمكن الدوليين ما شاركوش في تدريب الامس، كان تدريب خفيف. النهارده يمكن هو التدريب الجماعي الوحيد لكل اللاعبين الدوليين، لكن بقول لك الامور مطمئنه جدا، في حاله من الجديه، حاله من الحماس موجوده. مستر كولر الحقيقه قعدته واجتمع باللاعبين، سواء في محاضره بتكون فيها هايلايتس، فيها متابعات، الراجل بيحاول ان هو يتكلم بشكل كبير جدا على التحليل الخاص بالاتحاد السكندري، وفي نفس الوقت بتكون محاضرته بسيطه جدا في ارض الملعب. الراجل اتكلم على اهميه المرحله انطلاقتنا من جديد، لابد تكون بكل القوه. جوله الثالثه على استاد السلام، الاهلي والاتحاد السكندري هي مباراه واحده، المباراه الصعبه جدا والمهمه جدا. يمكن استاد السلام كان وشه حلو على فريق النادي الاهلي مباراه سيراميكا، قدر ان هو يكسب بنتيجه 5، لكن متغيرات كثيره جدا، الثوابت موجوده في كره القدم وبناكد على هذا الامر كل مره محمد، لكن متغيرات كثيره. نادي الاتحاد عنده الشغف وعنده اكيد الحماس الكبير ان هو يواجه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله جاهزيتنا تكون اكبر، حماسنا يكون اكتر، توفيقنا ان شاء الله باذن الله وتوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي. وبالتاكيد مستر كولر منتظرين منه اختيار التشكيل الامثل اللي كالعاده هيقود المباراه، وان شاء الله باذن الله محمد تكون الامور مطمئنه، واستطيع النادي الاهلي كعادته يحصل على 3 نقاط في دوري صعب، دوري ليه حسابات كثيره جدا، مبارياته كلها مباريات كؤوس، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مطمئنه جدا في مباراه الغد الاهلي والاتحاد السكندري. طيب كريم، طبعا من خلال التدريبات ومن خلال الصوره اللي قدامي دلوقتي على الشاشه، واحنا شايفين طبعا نزول اللاعبين للتدريب، ياسر ابراهيم موجود في المران الجماعي، امام عاشور، حسين الشحات، رامي ربيعه، ويمكن دي اكتر اسماء كانت بتتردد كتير في المواقع ان هي مش هتكون موجوده في الفتره الجايه بسبب الاصابه، لكن النهارده تاكدنا خلاص بشكل رسمي ونهائي الاربعه او رباعي موجود في المران الجماعي عشان يكونوا تحت رؤيه الجهاز الفني للانضمام لقائمه ماتش الاتحاد. بالتاكيد يا محمد، ويمكن كمان رامي ربيعه، يمكن الناس اتكلمت قالت ان رامي ممكن يكون مش متواجد، الراجل عنده الام في العضله الضامه، لكن زي ما بقول لك الجهاز الطبي محمد بيقوم بدور كبير جدا، الكل متواجد النهارده في التدريب الجماعي. هو تدريب وحيد، لكن انت عارف النهارده هيكون في تدريب في بعض الشوط البسيط، في بعض الكروسات، في بعض تدريبات الكره، فمن الصعب ان اللعيب يكون عنده اي شكوى ان هو يكون متواجد. لكن الحاله اللي احنا شايفينها وجود اللاعبين في التدريب الجماعي ده امر مهم جدا وامر مطمئن، وبينهي وبينفي كل الاخبار اكيد اللي بتناقش خارج قناه النادي الاهلي. يمكن كل المعلومات
المعلومات بيكون مهم جدا ان انت تاخد جاهزيه اللاعب من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. ربيعه متواجد زي ما انت قلت، يمكن مروان طاهر، كوكا، الشناوي، شوبير، كل اللعيبه الحمد لله. يحيى عطيه الله ايضا كمان بيأدي تدريب على اعلى مستوى، يمكن اتدرب كمان امس تدريب مميز جدا يا محمد. فالحمد لله الامور مطمئنه جدا بالنسبه لكل اللاعبين، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وايضا كمان زي ما بنقول مستر كولر واختياره الامثل والتوظيف الكامل لكل اللاعبين في مباراه، يعني مباراه مهمه جدا بعد توقف شويه خلال الفتره اللي فاتت. يمكن النادي الاهلي يعني في مباراه وديه نتيجتها كانت 3-0، لكن كان فيها استفادات كثيره جدا امام تيم اف سي. يمكن زي ما احنا قلنا النادي الاهلي حاول ان هو يشرك عدد كبير جدا من اللاعبين عشان يقدر ان هو يعني يقف على المستوى، مهما طبعا الجمل التكتيكيه، تنفيذ الخطط، كل الامور دي كانت مهمه جدا ان انت تشارك في مباراه وحيده وديه ما كانتش مباراتين، لان التلاحم اللي جاي هيكون صعب جدا يا محمد. فعشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، الاهلي والاتحاد السكندري بمشيئه الله، تكون 3 نقاط مهمه جدا من نصيب النادي الاهلي. زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك. وطبعا السؤال الاهم اللي كانت الناس كلها مستناه الاجابه، مده غياب وسام، ولكن يبدو ان لسه الجهاز الطبي لم يعلن الفتره الزمنيه، وهيشتغل بشكل تحفظي بالطبع على الايام القادمه. وسام ابو علي خارج قائمه مباراه الاتحاد السكندري، ده بشكل رسمي ونهائي، ولكن مده الغياب هنعرف بقى في الفتره اللي جايه، لان الجهاز الطبي ليه فلسفه معينه في التعامل مع الاصابات. ممكن يقول لك يغيب اسبوع وبعد مباراه الاتحاد في ظرف 48 ساعه بالتاهيل تلاقيه جاهز لماتش استاد ابيجان. فانا انتظر ونتمهل وبنسيب القرار النهائي والموقف الرسمي للجهاز الطبي او للكابتن محمد رمضان يعلن مدى جاهزيه وسام. وانا عارف ان الجمهور كله عايز يطمن على جاهزيته، لان بعد ماتش الاتحاد ده ماتش مهم جدا، عندك ماتش استاد ابيجان دوري الابطال، بعدها عندك مباراه في الدوري 1/12، مسافر جوهانسبرج، عندك ماتش 7/12، فداخل على معمعه مباريات مهمه وماتشين في انطلاق الدوري الابطال، ورايح بعدها على كاس انتر كونتيننتال. فتوقيت صعب في ظرف صعب في مرحله اتمنى يا رب باذن الله يكون وسام جاهز في الايام المقبله. دي كانت الاخبار المتعلقه بفريق النادي الاهلي. قبل ما اطلع لفاصل والفقره الحواريه اللي بالتاكيد النهارده هي مفاجاه من العيار الثقيل، لان فيها كواليس واخبار ومعلومات مهمه جدا، احنا حريصين هنا في الترند نوضحها من خلال شاشه قناه الاهلي، لان في تفاصيل بتبقى غايبه كتير وفي معلومات بتبقى غايبه كتير. فالنهارده معانا ضيف مهم جدا، وهو لاول مره ظهوره منذ الازمه اللي شهدتها لجنه الحكام في الفتره الماضيه، وهو الكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام، اللي النهارده هينورنا في برنامج الترند، لان هنفتح معاه كلام كتير وملفات كتيره. ايه اللي بيحصل في ملف الفار؟ وهنتكلم معاه على موضوع كمان القائمه الدوليه وتعليق القائمة الدولية في الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي. هنتكلم على المعسكرات الفترة اللي فاتت، ملفات كتيرة وموضوعات النهاردة هنطرحها. أعتقد جمهور الأهلي تحديدا وجماهير الكرة المصرية بشكل عام محتاجة تسمع ومحتاجة تشوف إيه اللي كان بيدور في الكواليس، هل اللي كان بيتقال في الإعلام صح ولا غلط، هل في الغرف المغلقة فيها تفاصيل مش واضحة للناس. في حاجات النهاردة أكيد لازم نتكلم فيها، والنهاردة هيكون معانا اعتقد باذن الله يكون في سبق صحفي مهم جدا واعلامي، رئيس لجنه الحكام الاسبق، اخر رئيس لجنه كان متواجد قبل تعيين الكابتن ياسر عبد الرؤوف بلجنه بتدير بفتره مؤقته الفتره اللي جايه. كمان النهارده معانا مع الكابتن محمد فاروق احد خبراء التحكيم اللي لهم باع طويل جدا في هذا المجال، محاضر افريقي ودولي، الكابتن ناصر عباس، لان كمان محتاجين نسمع الرؤيه التحكيميه في الملفات اللي هنطرحها والمعلومات اللي بالتاكيد محتاجين نسمعها من خلال الكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام. بس قبل ما اطلع لفاصل واستقبل ضيوفي، في 3 نقاط سريعة متعلقة بالفترة القادمة في ملف التحكيم. أولا، التعيينات بالنسبة للأسبوع الثالث للدوري فيها سرية شديدة، لدرجة إن حكم الساحة اللي هيدير مباراة بكرة سواء للأهلي أو للزمالك أو بيراميدز والإسماعيلي ما يعرفش مين الطاقم اللي معاه، لا يعرف الاثنين المساعدين ولا يعرف الحكم الرابع. نفس الأمر على المساعدين والرابع، في فلسفة للجنة الجديدة ما يعلنش، أو الحكام نفسها ما تعرفش مين اللي معاها إلا لما يعلن الأسماء بالكامل أو الطاقم بالكامل على صفحة الاتحاد. الحاجة التانية، ودي معلومة أنا تأكدت منها من خلال مصادر في لجنة الحكام الجديدة اللي تم اختيارها من حوالي أسبوع 10 أيام، من بكرة أي حد على دكة البدلاء هيعترض، وهنشوف بقى الفترة الجاية ده هيحصل ولا مش هيحصل، لأن احنا شفنا الوقائع دي كتير جدا وما كانش الحكام بتاخد أكشن مع أي مدرب بيتخطى الخطوط الحمراء أو حدود اللياقة، يعني زي ما بيقولوا في القانون، اللي هيحصل منه كده وهيتخطى حدود اللياقة، وده شفناه في ماتش الزمالك والمصري الموسم الماضي، في مباراة بيراميدز والأهلي، حسب معلوماتي إن في تعليمات للحكام كارت أحمر على طول وطرد لأي فرد موجود على دكة البدلاء وتقرير، والحكم اللي مش هيعمل كده
هيتوقف. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة، هناك اتجاه، أنا مش هعلن لغاية لما يبقى قرار رسمي يعني، بس معلومة جات لي إن هناك في اتجاه إن حكام الفار ابتداء من بكرة في الأسبوع الثالث هيكونوا 3 حكام فار في سيارة تقنية الفار، حكم فار، حكم ساحة، مساعد فار، ممكن يكون حكم ساحة برضو مساعد معاه، وحكم إيه فار، حكم مساعد يكون له علاقة بخطوط التسلل، وبالتالي 3 حكام على تقنية الفار في الفترة اللي جاية. دي 3 حاجات سريعا بمهد على اللي هنشوف الفترة اللي جاية، قبل ما استقبل ضيوفي الكابتن ناصر عباس والكابتن محمد فاروق في حلقة هامة جدا، حوارية مهمة جدا، في تفاصيل محتاجين نسمعها كلنا بشكل قوي. اربطوا الأحزمة عشان أكيد هنسمع أخبار ومعلومات مهمة جدا شغلة بال كل الرأي العام. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه في برنامج الترند، والفقره الحواريه يوم الخميس فقره القضيه. في فقره القضيه اكيد بنتكلم على الفار. الفار يعني الامور التحكيميه، وفقره الفار معناها تصحيح الاخطاء او توضيح المفاهيم او كشف الاخبار والكواليس والتفاصيل المتعلقه بهذا الملف الهام جدا اللي بالتاكيد ليه تاثير كبير جدا وبيشغل بال كل الراي العام، اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. لذلك النهارده في الفقره الحواريه بينورني 2 من خبراء التحكيم والحكام الدوليين السابقين، كل واحد في مجاله بالتاكيد اشتغل في هذه اللجنه على حسب الاعمار السنيه او المراحل السنيه المختلفه في السنوات السابقه. في البدايه بالتاكيد برحب بالاول بالكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الافريقي هنا على شاشه قناه الاهلي. كابتن ناصر منور الدنيا. تحياتي لكابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالتأكيد في الفقرة الحوارية النهاردة بينورنا لأول مرة وللحدث الاستثنائي في الفترة الأخيرة نتيجة ما نراه في منظومة التحكيم، مهم جدا يكون معنا النهاردة رئيس لجنة الحكام الأسبق والحكم الدولي واللي ليه فترة طويلة جدا في لجنة الحكام من 2019 حتى 2024 الكابتن محمد فاروق. كابتن فاروق منور الدنيا، سعداء بوجودك النهاردة على شاشة قناة الأهلي. أنا سعيد إن أنا موجود معاك إحدى الناس المحترمين في قناة محترمة بتحمل اسم كبير، اسم النادي الأهلي، فأنا سعيد إن أنا موجود. ويمكن كانت ناس كتير بتكلمني قبل الحلقة إن أنا ما أروحش قناة تتبع نادي، لا أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا أكون سعيد إن أنا موجود في هذه القناة المحترمة، أكون موجود في قناة الزمالك الإسماعيلي ما دام بتقول الحق فما عندكش مشكلة مع أي قناة. أكيد، ووجودك النهاردة معانا يا كابتن فاروق كمان محتاجين نتكلم في حاجات كتيرة كانت بتحصل والناس ممكن في تفاصيل مش واصله لها، فاكيد هنناقش النهارده موضوعات مهمه. والنهارده الحلقه الحمد لله باذن الله يعني مستمره معانا لفتره عشان نقدر نقفل الملف ده قبل ما نبدا من بكره عهد جديد مع لجنه جديده باستئناف مباريات الاسبوع الثالث للدوري العام. اسمح لي كابتن ناصر اخد بس مراجعه القرار وابدا الاول بالكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام الاسبق. كابتن فاروق، رئيس لجنه الحكام الاسبق في المعنى اللي خرج بيه الخبر، المقال ولا الذي تقدم باستقالته؟ لان اكيد هتودينا لتفاصيل ومفاهيم محتاجين نفهمها ونعرفها. لا بالنسبه لي تقدمت باستقالتي اكتر من مره، واخرها ويمكن نزلت الاستقاله بتاريخ 30/10 وقبلها 2 استقاله برضو، لكن ما كانتش بالورق، كان نظري بكلام واترفضت، وفي الاخر قدمتها يوم 30 وكنت ناوي ان انا كانت القصه خلاص انتهت بالنسبه لي كمان، يعني حتى لو كنت موجود لبعض ايام لكن كان قرار نهائي ان انا ما كنتش هكون متواجد نهائي. ايه الاسباب؟ الاسباب كتير. منها مثلا يعني خلينا نقول لما تيجي تديني رئيس لجنه حكام لازم تديني حقوقي عشان اقدر اشتغل. يعني انا لما ما فيش لجنه ونتكلم في المره دي مره واثنين وثلاثه وانا قلت ابسط حقوقي اللي انا لجنه عشان اقدر اشتغل، اقدر اللي انا يبقى معايا، لكن انا ما ينفعش 2-3 موجودين في اللجنه، انا بحط الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به والقسم الثالث و2005 و2007، ده مش شغل تحكيم. وارجعت هذا الموضوع لما بعد السوبر عشان يجي وعملنا اجتماع فعلا بالفعل، وكنت متقدم بالاستقاله يوم 30 وعدوني الامور هتتصلح، لكن لقيت ما فيش امور زي ما هي، بل بالعكس الامور بتزيد للأسوأ. فطبعا كان قرار نهائي اللي انا ما كنتش موجود، هم خدوا قرار بعد كده باقاله ولا بتاع، ما يشغلنيش الكلام ده كله، لكن الراي العام يعرف وهم عارفين اصلا مين اشتغل ومين ما اشتغلش، وعارفين ايه المشكله ومين سبب المشكله. مين سبب المشكله؟ طب هل استقالتك وقتها في التوقيت ده معناه ان انت كل المشاكل اللي حصلت بخلاف وجود عدد اعضاء اللجنه الموجودين امر خارج عنك انت؟ بمعنى كل المشاكل اللي حصلت معناه انك استقلت وخرجت من اللجنه حتى فيما بعد صدر قرار بالاقاله وقالوا اقاله تشكيل اللجنه بالكامل، ده معناه ان انت لما استقلت يبقى كل اللي حصل بعدها خارج عنك؟ بنسبه كبيره، بدليل ان حتى يوم التحليل وبتاع ما كنتش موجود،
يعني تحليل الاسبوع اللي لا الأول. لا انا ما كنتش موجود خالص تماما، انا كنت مع استاذ جمال العلام وكنا بنتكلم في بعض الامور، لان القصه برضو مش لجنه بس، يعني خلي بالك ان دايما لما تشتغل لازم توفر لي كل الادوات عشان تيجي تحاسبني، بدليل ان انت ما وفرت لي في الشهرين اللي انا اشتغلت ما بين مارك وبريرا، انا شهرين انجزت فيهم، مش رايي انا، ده راي معالي الوزير وراي كل الناس، في خلال شهرين اديت اداء كويس جدا لان انت كنت مديني الادوات ومديني الصلاحيات. لكن انا ابسط حق ده، انا رحت بطوله الامارات وانا مش معايا، وانا ناقص حكم. يعني انا رحت بطوله الامارات وانا ناقص حكم اتشال، وقعدت اقول قال لك لا خلاص هم دول اللي هيسافروا، لان المجلس ابو ظبي بيقول عدد ايه؟ مجلس ابو ظبي عدد حكام هتلعب في البطوله. ورحت هناك واتحطيت قدام امر واقع، اللي انا هل اجيب حكم يلعب مباراه اخده مثلا ماتش الزمالك واديه ماتش الاهلي او العكس؟ وكنت لوحدي، وتواصلت مع الاتحاد الاماراتي عشان يوفر لي حكم فار عشان اسم مصر وسمعه مصر، اتحملت حاجات كتير جدا وضغوط كتير جدا. لكن للاسف اتعلمت درس ان انا احترمت ناس كتير اكتر من اللازم. طيب كابتن ناصر، الكلام اللي بتسمعه ده اكيد وانت كنت عضو وسابق في لجنه الحكام، هل كان سيستم العمل داخل لجان الحكام كانت بتسير بنفس الاطار ده؟ تسمح لي اول ارحب بمحمد. اتفضل. طبعا برحب بيك يا محمد وسعيد انك كنت موجود النهارده. خليني بس اقول نقطه مهمه جدا في حق محمد، ان محمد اشتغل لكابتن محمد وعنده ايجابيات في شغله. يعني انا هتكلم في جزء خاص بدوري المحترفين اللي هو اعتقد هو وحمد القاضي طلعوا لنا 36 حكم صفاره قدروا داروا محترفين بدون اخطاء او اخطاء قليله، و44 حكم مساعد. يحسب لمحمد فاروق وحمد القاضي ان هم عملوا يعني مجازفه والدوري نجح. دي نقطه ايجابيه خاصه بشغل محمد فاروق. هروح للقصه، محمد اتكلم على الامكانيات وما توفرتش. انا بختلف مع محمد في حاجه مهمه جدا، واحنا اتفقنا انا كرئيس لجنه حكام ان انا اتناقشت مع محمد اكتر من مره. محمد لو انت عندك طلبات من اتحاد الكره عشان يبقى شغلك ناجح، من فضلك حط طلباتك، طلبات ما توفرتش قدم استقالتك وامشي. ده الصح يا كابتن محمد. تمام. بدليل يعني النهارده اتحاد الكره وفر كل اللي طلبه محمد فاروق للجنه الحاليه برئاسه الكابتن ياسر عرفة. وده لغز. بالظبط. محمد فاروق طلب كل الكابتن، اولا محمد فاروق معاه ثلاث اعضاء يا كابتن، طلب كمان ثلاث اعضاء زي ما هو بيقول. قالوا لا مش هيسمح، ما عندناش امكانيه ان احنا نعين حكام. طب عاوز معسكرات؟ ما فيش معسكرات. طب عاوز السيموليتر اشتغل بيه؟ ما فيش. محمد كان المفروض انت ساعتها تقدم استقالتك وتمشي وتخرج من الباب الكبير. ده رايي يا كابتن محمد باختصار. تمام. هل تعاملت بعاطفه ولا المشكله كانت فين؟ في ظل انك بقالك خمس سنين في اللجنه وما بين فتره كلاتنبرج وبيريرا وبعد كده حصل دخول فرد جديد على اللجنه، هل المراحل دي شايفها مختلفه تماما عن اخر اربع شهور؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا مختلفه كتير جدا، لان انت اولا هرجع للبدايه برضو، تشكيل لجنتك لازم انا اجيب الكابتن محمد اجيب الكابتن ناصر، يبقى في اصلا في كيمياء بيننا وبين بعض، في تفاهم، لكن اصلا ده ما اتحققش. وبعدين ده معسكرات، ده انا يعني الحمد لله علاقتي بالدكتور اشرف صبحي، عملت معسكرات في ابو قير وقدرت اعمل معسكرين الدوري الممتاز ده بعد ما جينا من الامارات بالعلاقات الشخصيه. مفيش واحد فكر يكلمنا طب هتعملوا معسكرات ولا لا؟ يعني اللي وفر المعسكرات وزير الشباب والرياضه مش اتحاد الكره؟ الدكتور اشرف صبحي طبعا، وانا كلمته والراجل مشكورا كلم ابو قير ووفروا لنا المعسكرات. ومحدش سال. عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا في الامارات، الفندق بتاعنا وفندق مجلس اداره الاتحاد الموجودين فيه خمس دقائق بالظبط، مفيش حد فكر حتى يجي يطمن على الحكام، يجي يقول ايه يعني انتوا عاملين ايه؟ ما فريق الحكام ده زيه زي المنتخب بالظبط، هو ابن شرعي لاتحاد الكوره، ما حدش جه سال خالص. انا لما قعدت ادور اجيب حد بقى تتصل بده وده ما حدش بيرد، وفي الاخر بعلاقاتي هناك اللي انا قدرت اجيب مساعد عشان يلعب. يعني كل ده وقبل في حاجات كتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا، وفي الاخر النقد بيجي لنا احنا عملنا ايه اصلا. طب لما تم اضافه الكابتن ابراهيم نور الدين في لجنه الحكام، اتخذ رايك بما انك انت القائم بعمل رئيس اللجنه؟ لا هو لا 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 هو بريرا، مستر بريرا هو اضافه في اللجنه. يعني مستر بريرا قبل ما يمشي هو اضافه في اللجنه، اللي هو كان مستر بريرا موجود. فبالتالي من حقه ان هو يضيف، عايز سين عايز صاد يضيف، فهو الراجل اضافه في اللجنه عشان يقدر يشتغل بيه الموسم الجديد اللي هو يبدا بيه. وبالتالي بريرا مشي، فمشت الامور على نفس النهج. طيب مشت الامور على نفس النهج في الفتره دي يا كابتن ناصر، شفت عمل اللجنه مختلف عن اي لجان سابقه؟ نتكلم بصراحه. طبعا احنا جايين النهارده نتكلم بكل صراحه. انا شفت عمل لجنه يعني مع احترامي ما كانش احسن حاجه يا كابتن محمد بالنسبه من احنا نشوفه في لجان بره، او كنا احنا حتى واحنا موجودين كنا بنشتغل
شغله. زي ما قلنا احنا هنا من خلال البرنامج قلنا ان في امور ما كانتش ماشيه بشكل كويس، منها المعسكر التحضيري اللي تم في بدايه الموسم ما كانش يعني على احسن حاجه بالنسبه للحكام. انت بتتكلم في حكام نخبه، معسكر تقريبا هو يوم ونص، ما ينفعش يوم ونص، ما ينفعش النهارده عشان ادي ماده علميه وابتدي اشتغل مع الحكام في الفار وابتدي اصحح اخطاء واوحد قرارات، ما ينفعش يوم ونص يا كابتن محمد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على الزور الاعلامي، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وكان لابد ان هي النهارده لجنه الحكام يبقى ليها موقف مع الزور الاعلامي. مش حاجه اسمها حكم يطلع في الدنيا كلها في اي بطوله سواء مجمعه او غير مجمعه، ممنوع اي حكم يطلع ظهور اعلامي، حتى لو هتطلع في بطوله ممنوع. والكلام ده حصل قبل كده في بطولات، وحصل ان في حكام اتوقف كتير. فعاوز اقول الفتره دي كانت فتره يعني ما كانش في تفاهم، وانا بقول بامانه بين محمد وبين ابراهيم في حاجات كتيره جدا جدا، واعتقد لو الاثنين كانوا على تفاهم وعلى راي واحد كانت الامور مشيت بشكل جيد، وكانوا ممكن تخطوا كل هذا كابتن محمد في الفتره اللي هي حصلت فيها دروب. انا بقول دروب، ونتج عن كده في الاخر خالص ان الجوله الاولى حصل بيها مشاكل تحكيمه كتير. لما يبقى كتير ثلاث انديه بيطلعوا بيانات في جوله اولى، وهرجع لمحمد لو قال انا ما رحتش للمعسكر التحليلي. هرجع للجزء ده، بس انت فجرت جزئيه مهمه جدا، الظهور الاعلامي للحكام. بكل امانه كابتن فاروق، ظهور الحكام اثناء البطوله كان بمعرفتك ولا اتفاجئت زينا؟ شوف يا كابتن، بتكلم بمنتهى الامانه عشان انا ما عنديش حاجه اخبيها. تمام. انا في اليوم ده كنا قاعدين، كنت قاعد الصبح في الفندق مع ابراهيم، وهو كان بيكلمني ان هو يطلع يتكلم ويشيد باداء الحكام. ما كانش عندي مشكله خالص. قبل البرنامج بساعتين انا ببص كده لقيت ان في حكمين طالعين. البوست بتاع على النت يعني نازل على المواقع يعني. اتفاجئت. فكلم الكلام ده كله متسجل معايا على الواتساب يعني عشان تبقى عارف. لا مصدقينك طبعا. مصدقينك. فكلمت رئيس لجنه، فوجئت ان الحكام طالعين من غير ما ياخدوا رايك. كلمته قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي ما انا قلت لك واحنا قاعدين في الفندق تحت وانت وافقت. قلت له لا، انت قلت لي انا هطلع، ما قلتيش الحكام. فانا دلوقتي هاخد قرار، وفعلا كنت هعمل كده. اللي انا همشي الحكمين، ترجعهم القاهره. ارجعهم القاهره واستعين بحكمين من الامارات واكمل البطوله. ده خبر جديد اول مره يتقال. معلومه جديده. الكلام ده انا اول مره اسمع الكلام ده. يعني كان الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنه وقتها اخر من يعلم، وكان زينا، بظهور الحكام في القنوات الفضائيه في الامارات هناك، وكان هياخد قرار بعودتهم لمصر واستخدام او التعاون مع الاتحاد الاماراتي. مع الاتحاد الاماراتي. وبعت للدكتور ايهاب الكومي باللي حصل وقلت له. يعني الاتحاد كمان بقى عنده علم. طبعا كلهم كان عندهم علم، لكن يمكن انا في اللحظات الاخيره حفاظا على اسم مصر اللي انا فعلا بحبه كتير جدا، قلت مش عايز اعمل مشكله برضو لينا، وكنت ناوي فعلا والله العظيم بمنتهى الامانه اللي انا فعلا هجيب حكمين النهارده اكمل البطوله، لكن قلت هنكمل البطوله وربنا يكرمنا ووفقنا، ولما نرجع هنا يبقى في كلام تاني. كابتن ناصر، رايك ايه في الخبر المفاجئ ده؟ هو مفاجاه بالنسبه لي على فكره، انا اول مره اعرفه. ولكن انا برضك هروح لنقطه مهمه جدا يا كابتن محمد. انا عندي الحكام دي حكام دوليين عندهم مسؤوليه، خلي بالك. تاني، حكام دولي، حكم دولي عنده مسؤوليه وعنده تعليمات من الاتحاد الافريقي ما بيطلعش في اي اعلام طالما في بطوله. يعني انا مش بعاتب على بس المسؤول اللي سمح، ولكن انا ايضا بعاتب على الحكام وبسال سؤال. هل حكام دوليين عندنا في بطوله مجمعه تبع الاتحاد الافريقي اتحاد دولي حد يجرؤ يطلع في الاعلام ومعسكر شغال؟ زي ما قلت لو حصل بيقول لك حاجه واحده بس، اتفضل خد شنطتك وروح. مفيش هزار. لما هنا في مسؤوليه تقع على الحكام الدوليين اللي هم طلعوا اثناء البطوله. كابتن، ده ملخص الكلام. كابتن امين عمر ادار النهائي لغايه اللحظه دي مفيش تصريح تلفزيوني واحد ليه. كابتن امين عمر اللي هو حكم النهائي واللي كان عريس التحكيم في بطوله السوبر المصري في الامارات لم يخرج ولم يصرح في اي قناه فضائيه او حتى عبر اي برنامج. سؤال مهم جدا، انت قلت حاجه مهمه جدا. هو امين عمر عارف كويس قوي ان هو ممنوع من ان هو يطلع في اي برنامج، لان هو بيشتغل تحت منظومه الاتحاد الافريقي، وعارف ان كل خطوه بيعملها امين عمر بحسابات، تمرين بحسابات، اكل بحسابات، كل حاجه بتعمل بحسابات يا كابتن محمد. وبالتالي عارف كويس قوي دوره ايه وايه واجباته ايه اللي هو المفروض يتعمل. عشان كده هو ما طلعش في الاعلام، لان هو عارف لو طلع في الاعلام بدون تعليمات من الكاف هيتوقف. طيب خلال وجودك في الامارات يا كابتن فاروق، ما اتفاجئتش كمان ان الحالات التحكيميه بتتناقش وان محادثات الفار اللي حصلت في ماتش الزمالك وبيراميدز موجوده مع الكل؟ المشهد ده مش جديد عليك شويه؟ ما استغربتش، ما طالبتش بشيء مع اتحاد الكوره في الجزئيه دي؟ هو اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ انا كل حاجه انا بقول لهم وببلغهم مفيش رد، مفيش اجابه.
مفيش اجابه على اي سؤال. مش اصحاب قرار مثلا؟ مش عايز اقول مش اصحاب قرار، لان الناس دي برضو انا يعني انا بحمل لهم كل تقدير واحترام، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، على المستوى الاداري والشغل. كان لازم يكون في قرارات. يعني كان لازم يكون في قرارات، لكن انت بتبلغ وبتقول هم مفيش قرارات نهائي خالص. تمام. طيب لما اللجنه الجديده جت برئاسه الكابتن ياسر عبد الرؤوف وعملت معسكرات وكم وتم توفير كل الادوات ليها، حتى المعسكر لمده 8 ايام كل فوق 4 ايام مش يوم ونص، ما استغربتش من ردود الافعال دي، من توفير الامكانيات دي؟ ده انا استغربت. وعايز اقول لك على حاجه كمان، يمكن انا كنت قبلها باسبوع مقدم للاستاذ جمال علام طلب بزياده البدلات للحكام في كل المراحل. تتخيل احنا وقفنا على بدل الحكم اللي بيحكم مباراه ب 200 جنيه عملناها 400 جنيه، كانت عامله مشكله كبيره جدا. ازاي نعملها من 200 ل 400 جنيه؟ وقال والله العظيم انا بكلمك بمنتهى الامان. واترفض، او مش اترفض، قال لي هنناقشها في المجلس. طب ما ده اول سبل التطوير هي البدلات بتاع الحكام، انك عشان تيجي تحاسب حكم لازم تديله حقه. فانا بتكلم من اول الدوري الممتاز، والراجل قال لك الدوري الممتاز ما عنديش مشكله. طب بقيه الناس التانية اللي بتلعب في المحترفين والممتاز به او الحكام الغلابه تاخد فلوسها منين؟ فانا كنت مقدم طلب اترفض او اتاجل لاجتماع مجلس اداره عشان يترفض. طب ادوات الفار اللي نزلت دلوقتي والعربيات اللي موجوده وانتم موجودين ما اشتغلتوش بالشكل ده ليه؟ ما الادوات موجوده هي كابتن فاروق. احنا كل ما كنا بنطلب طلب يا ما فيش امكانيات يا ماشي حاضر، الكلام ده كله يعني انا مش عايز اقول لك ودي كانت اسباب من اللي ضايقت بريرا قبل ما يمشي على المستوى الشخصي. بريرا كان بيطلب طلبات كانت بتترفض؟ طبعا. طبعا. زي البدلات دي كان بيطلب، كان من ضمن الناس اللي كانت بتتكلم على البدلات. كان بيطلب توفير العربيات عشان تدريبات على الفار والكلام ده كله. طلب توفير سيارات الفار عشان تدريبات ما كانتش بتتوفر. طبعا. طبعا. منتهى الامان. اصل احنا هنتكلم هنضحك على الناس. طب ايه المبرر طيب؟ انا مش عارف والله المبرر لغايه دلوقتي ايه؟ يعني انا كل لا مفيش في يعني انا حتى في الاول انا كنت براعي ان الاتحاد لما جه كان عنده ديون للفار وكان عنده ديون في 6 اكتوبر والكلام ده كله، وانا كنت مراعي الكلام ده كله. لكن لما الدنيا تمشي ما هو لازم برضو انت لازم تدور على حقوق الحكام، مش هقول حقوق لجنه الحكام، هو الحكام. اديني الادوات واديني الامكانيات وبعد كده تعالى حاسبني، لكن انت حاجب عني كل ده وانا واقف بتكلم او لجنه واقفين نتكلم لوحدنا. وللاسف الشديد برضو مع احترامي للاعلام، الاعلام برضو مش في الاخر هو بيهاجم اللجنه. طب انت بتهاجم اللجنه على اي اساس؟ ما انت انا ما عنديش معطيات اصلا اشتغل بيها، وواقفين وبنشتغل عشان بنحب التحكيم، عشان بنحب بلدنا، عشان بنحب اتحاد الكوره، كل ده. طب وفي الاخر احنا اللي حاسبنا على القصه، على الموضوع كله من الاول للاخر. الناس ما تعرفش ايه اللي كان بيدور. طب كابتن ناصر، انا فاجئت دلوقتي ان بريرا طلب سيارات الفار اللي نزلت دلوقتي للحكام ما كانتش بتتوفر، طلب معسكرات ما كانتش بتتنفذ، يبقى المشكله للخبير الاجنبي اللي كان بيشتغل ما كانش بتتوفر ليه الادوات عشان ينجح. ده برضه كلام اهو من قلب اللجنه، يعني الكلام ده احنا مش بنقوله من عندنا دلوقتي. بص كابتن، نقطتين اسرع على محمد واحنا عارفين الوقت برنامج. اولا محمد اتكلم فيه، انا طلبت وما كانش حد بيستجيب ليه. وقال حاجه مهمه جدا، الاعلام كان مش معانا. لا يا كابتن محمد بعد اذنك، لا الاعلام كان معاك. واحنا من خلال منصه ماشي ما تقص نفسك انت، انا بتكلم اصل الاعلام مش بي... مش بي... تسمح لي بقى اتكلم اتفضل عشان بحبك وانت بحبك وانت عارف، بس انا عايز اصحح حاجه. بص يا كابتن، هي من خلال قناه الاهلي وانا مرارا وتكرارا قلنا ايه يا كابتن محمد؟ احنا مع محمد فاروق ويجب تدعيم محمد فاروق ويجب طلبات محمد فاروق تنفذ. وقفنا وقفه كويسه قوي 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 وهو يعرف الكلام دوت في بدايه الموسم. مظبوط، وانت كنت شاهد على الكلام ده. وانت كمان محمد انت طالبت كتير ان الناس توفر لمحمد فاروق، احنا يعني كنا معاك يا محمد. دي جزئيه انا مش بتكلم عليكم انتوا، هو ممكن بيتكلم على انا بتكلم على العامه يا جماعه. النقطه الثانيه مهمه عشان ما يحصلش لغط، انا النهارده محمد انت شلت الليله لوحدك، انت شلت الليله لوحدك ليه؟ انت طلبت حاجات كتيره البعض يمكن مش فاهمها. محمد دلوقتي بتفاجئ وانا اتفاجئت، وبريرا طلب ومفيش الحاجات دي ما توفرتش. انت بالاخر خلاص، ما انت المسؤول المفترض عشان تنجح وتخرج من باب الكبير الحاجات دي تحقق. ما اتحققتش. انا النهارده انا بعتب عليك لانك انت سمحت ان الامور دي توافق عليها ومن غير مقبول. سؤال، لو يعيد بيك الزمن وترجع تاني رئيس لجنه الحكام، هتسمح بان الحاجات دي وطلباتك بنفس الظروف هتوافق ان تبقى موجود والامكانيات وادوات المساعده مش موجوده؟ لا طبعا، بس هقول لك على حاجه، في حاجات كانت بتخليني انا موجود. هقول لك ليه. انا كنت ماشي. بص يا كابتن محمد، انت بتتكلم على تطوير. أكيد. التطوير ده نتيجته ايه؟ نتيجته حكام، ولا احنا بنتكلم ازاي؟ طبعا. انا كنت ماشي برضه في مشروع ما حدش حاسس بيه. انا كنت واخد حكام المحترفين من البدايه،
من ايام ما اشتغلت الشهرين اللي انا ورئيس لجنه حكام بدور على صف ثاني وصف ثالث للتحكيم المصري، انا مش هقعد طول العمر، لكن اللي يجي بعدي يلاقي صف. انا كنت ممكن بمنتهى السهوله العب بالسبعه الدوليين على 5 7 8 يبقى 15 حكم، العب بيهم الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به، ومش هجي ولو جات لي مشكله هقول لك انا بعت لك حكم دولي او حكم كبير. لكن انا دورت على مستقبل التحكيم، غامرت باسمي وتاريخي والنقد اللي انا خدته لما كنت بودي حكام بتلعب في محافظات الجماهير ماليه الملعب مفيش فار وبتنجح في الماتشات، وكانت ناس موجهه عشان توقع الحكام دي. ناس موجهه؟ طبعا طبعا، ناس كانت عايزه توقع التحكيم، ناس بتطلع في البرامج والبتاع تقول لك الدوري هيبوظ، الدوري مش عارف ايه، العبوا بالدوليين وده ينفع. خلاص طب ما انا كنت ادور على مصلحتي، انا دورت على مصلحه التحكيم. انت شايف ان في ناس من منظومه التحكيم كانوا بيهاجموا اللجنه لاسباب شخصيه مش اسباب فنيه؟ مليون في الميه طبعا. مليون في الميه؟ مليون في الميه. ولما طلعت ب 36 حكم هم نتاج اللي يقدر يلعب بعد كده بيهم، لان انت محتاج تجديد كل فتره ويبقى عندك صف ثاني وثالث، وطلعت بيها واستحملت ما لا يستحمله بشر في خلال ساعتين، وكابتن ناصر يشهد على كلامي، وعملت اسماء بدليل حتى باعتراف واحد من المنظومه المحترمه كابتن احمد شوبير. كابتن احمد في يوم من الايام قال لي مين الحكام دول؟ الناس دي طلعت يعني الراجل اشاد بيهم في الماتشات، ماتشات صعبه بقى فيها فرق كبيره واسماء كبيره. فده كان من ضمن مراحل التطوير اللي انا شغال فيها، اللي ما حدش بص لها خالص، لا الناس بصت الاهلي كسب، الزمالك كسب، الاسماعيلي كسب، يبقى اللجنه حلوه ولا وحشه. احنا بندور لمستقبل التحكيم المصري، واللي انا عشته في خلال السنتين اللي فاتوا بعمل حكام تقدر تدير الدوري الممتاز، بنعمل حكام صغير. ده احنا عندنا كابتن احمد الجرحي وكابتن سعيد حكام عندها 20 سنه 21 سنه، اداره القسم الثالث والثاني اللي احنا كنا بنحكمه واحنا حكام دوليين لما تبقى فيه مشكله. هو ده كله مش نجاحات يا جماعه؟ ولا نجاحات ده العرض اللي قاله كابتن ناصر بتصعيد وجود 36 حكم في دوري المحترفين؟ هو ده مش نجاحات؟ محمد انا في البدايه انا شكرتك على فكره، وتاكيدا لكلامك يعني لما كابتن شوبير طلع وانا تابعت كابتن شوبير بامانه، طلع اشاد اشاده غير عاديه. كابتن شوبير طبعا ما بيطلعش يشيد الا لما يكون فيه فعلا ايجابيات موجوده، طلع اشاد بتجربه محمد، يمكن دخل معاك مداخله وقال ان حكام محترفين النهارده حكام يشوفوا اول مره اجادوا يا كابتن محمد، ويو كان الدفع كويس قوي ليك، وده شغلك واتعمل بشكل كويس. طيب بقيت الكلام بقى يا كابتن، الثمانيه اللي انا اخترتهم من دول عشان انا اترجم اللي انا تعبت بيه ورحت لمجلس الاداره، انا عندي ثمانيه كمرحله اولى لان عندي 36، ثمانيه دول محتاجين رخصه الفار، هم مش هيلعبوا في الدوري الممتاز غير لما يسفروا ياخدوا الرخصه. اقسم بالله العظيم ثلاثه لو قلت لك الموضوع اترفض. اترفض؟ اترفض. هي مين اللي كان بيتواصل معاك من اتحاد الكوره؟ استاذ جمال علام. هو بس لوحده؟ لا والباقيين برضه بتواصل معاهم، بس هو القرار في استاذ جمال علام. يا جماعه طلبت، كلمت تامر دري قلت له يا تامر انا محتاج معسكر هنا للثمان حكام دول عشان يلعبوا في الدوري الممتاز السنه دي، عشان الناس تحس احنا اشتغلنا ولا لا. ما انت خليتني فضلت اشتغل في منظومه لغايه ما طلعت الناس وفي الاخر مفيش فار، وفي الاخر الناس ما طلعتش ولا شغلنا ظهر ولا اي حاجه خالص. فالقصه الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي على فكره، انا استريحت جدا، ويمكن انا والله العظيم لان انا كنت شايل حمل لا ما فيش حد يقدر يشيله اصلا. طيب عموما لسه عندي ملفات تانية ولسه عندي موضوعات تانية لسه هتكلم فيها مع الكابتن فاروق، واسمع تعليق للكابتن ناصر عباس، لكن اكيد لازم اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه فقره الفار مع الكابتن محمد فاروق والكابتن ناصر عباس، ومفاجات مدويه اطلقها الكابتن محمد فاروق في تصريحاته في مساله الظهور الاعلامي للحكام. بس دي جزئيه مهمه جدا هتكلم عليها، لكن عايز اروح لجزئيه ثانيه. معنى ان رئيس لجنه الحكام الاجنبي بيريرا البرتغالي لم تتوفر له اي امكانيات رغم ان الميزانيه فيها فائض مالي وفي ارقام ماليه جيده في اتحاد الكوره، اذا كان هناك اتجاه لعدم نجاح هذه التجربة في الفترة الأخيرة. ودي عناوين مهمة جدا ليه احنا بنركز عليها وبنجيب التفاصيل من الناس اللي كانت موجودة جوه المطبخ عشان نعرف، وتبقى الرؤية بالنسبة لنا أوسع وأشمل لما نعرف المنظومة دي كانت كيف تدار من رأس الإدارة من خلال مجلس إدارة اتحاد الكورة. كابتن فاروق، لو هسألك على فكرة الظهور الإعلامي للحكام، لما جيت تعين حكام مباراة النهائي الأمر بالنسبة لك كان سهل ولا كان صعب؟ أنا كنت عايز ترجع اتنين مصر. أنا قعدت أربع ساعات أربع ساعات في الأوضة بختار الطقم، اقسم بالله أربع ساعات بختار الحكم والمساعد الاول والمساعد الثاني والحكم الرابع والفار والايفار، بدليل لما نزلت الساعه 10 ونص او 11 يعني بدانا ندي هناك التصريح بالحكام كانت الساعه 10 بالليل. طب ليه قعدت اربع ساعات بتختار ليه؟ لان انا كنت حريص اولا في الاول وفي الاخر على نجاح البطوله. لان نجاح البطوله هي مش نجاح للتحكيم، نجاح للبلد. فكنت بتقرب، عايز اقول لك على حاجه يمكن غريبه جدا، انا بعد ما اخترت الطقم
انا قمت عملت ركعتين استخاره بعد ما اخترت الطقم، قمت عملت ركعتين استخاره، بس خير ربنا اللي ربنا يكرمنا بالطقم اللي احنا اخترناه ده، لا لينا مصلحه في حاجه ولا لينا اي مشكله خالص. قلقك من ايه؟ قلقي ان انا ما اظلمش حد في المباراه، قلقي ان انا يظهر التحكيم بصوره كويسه جدا، قلقي ان انا كانت في موضوع الحكام ظهرت والكلام ده كله، فانا عاوز في الاخر الختام لو مش كويس هيفجر حاجات كتير جدا. فالختام الكويس بنجاح البطوله، وانت شفت البطوله نجحت نجاح كبير جدا، والطقم بتاع النهائي بالذات عمل مباراه كبيره جدا، فده كان قلقني جوايا. انا ما عرفتش انام لغايه الصبح، لغايه ما ربنا كرمنا وبعد يعني توافقت ان انا احط الطقم ده، وخدت راي المسؤول اللي معايا وقلت له، وقعدت مع الحكام واتكلمت معاهم، كان في نوع من الحب بيننا وبين بعض. طيب كان في اسره واحده اكيد. طب جزء من ظهور محمود عاشور كايفار في الماتش النهائي كان سبب الظهور الاعلامي؟ لا 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 خالص خالص. انا كان لي وجهه نظر، كابتن عاشور اسم كبير وخبره كبيره يكون موجود مع محمد معروف، لان محمد برضو لا يقل عن الامين عمر، محمد كان مرشح بقوه يلعب الماتش النهائي، كان برضو عندي اللي انا وجوده في الفار ثقه كبيره جدا مع محمود عاشور، ايا كان هو ايفار ولا فار، الاثنين هيكملوا بعض وهيدوا صوره كويسه للتحكيم المصري، بجانب امين عمر بخبراته الكبيره جوه الملعب. اخترت اثنين مساعدين كبار، احمد حسام ومحمود ابو الرجال، يعني الطقم بنسبه كبيره جدا كان متوافق كله مع بعضه، وربنا في الاخر طلعت الصوره الجميله المشرفه اللي احنا بعد ما رجعنا اتفاجئنا، يعني حتى ما حدش قال لنا شكرا، ما حدش قال لنا الاداء كويس، لا قالوا لنا في مشكله ومش عارف. طب ايه هي المشكله؟ جاي لك المشكله دلوقتي، يعني مش جاي لك لموضوع المشكله. كابتن ناصر، 4 ساعات عشان يختار حكم نهائي او طقم حكام النهائي، هو كان في حيره من امره، في حكام 3 في الاعلام ودول يعني صعب ان هم يبقوا متواجدين في المباراه، رغم ان اعتقد الحكم الرابع كان موجود في المباراه، صح محمد؟ الرابع والايفار يعني احنا نتكلم، يعني كان المفترض طالما انت اخذت قرار بعدم ظهور بعدم تعيين حكام ما كانش يجب انك انت تعيين حكم رابع. الحاجه الثانيه اللي بتكلم فيها محمد، حكم الايفار ودي مهمه جدا، ما كانش عندي حد ثاني، لو ما عندوش ما عنديش حد، ما انا رايح ناقص واحد اصلا، هعينه مين؟ دي مشكلتك يا محمد. هقول لك يا كابتن برضه عشان تبقى عارف، تسمح لي محمد انا بحبك والله، بس يا كابتن انا النهارده طالع بحكام في سوبر مصر، ده مردوده بره عاليه جدا يا كابتن محمد، انت معايا محمد؟ يبقى انا المفروض النهارده لازم انا كرئيس لجنه الحكام بطلب طاقم التحكيم بالكامل، واخد كمان 2 احتياطي، لان احنا قلنا التحكيم ده هو اللي بينجح البطوله، من غير تحكيم مفيش بطوله يا كابتن محمد، وانا هنا رئيس لجنه الحكام لابد قبل ما يطلع انا محتاج 6 حكام صفاره، محتاج بس 6 حكام مساعدين كامل، 4 فوق لازم كامل كامل، ووافقوا عليه يعني اخترنا خلاص مفيش مشكله. احنا فوجئنا قبل السفر بيومين بالظبط ان مساعد مش موجود اسمه خالد حسين من اسوان، فسالته استاذ جمال ليه؟ قال لي لا العدد ومش العدد، حتى سالته قلت له طب انت شلته ده ليه؟ اشمعنى ده؟ طب خالد حسين ده اقول لك على حاجه بقى محمد، من افضل المساعدين اللي موجودين، اولا راجل دكتور ومثقف جدا، مهندس ومثقف جدا وشاطر قوي يا محمد. طب شلتوا ليه خالد حسين؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام. ليه؟ فقلت له طب ماشي يعني، طب انتوا يعني شلتوا خالد حسين ليه؟ قال لي اصل ده كان اخر اسم، فاحنا شلنا اخر اسم. والله العظيم خالد حسين يا كابتن. طيب فانا طبعا حسين. انت في وقت توقيت طبعا انت محتاج تاشيره ومحتاج كلام، خلاص احنا مسافرين كمان رايح البطوله. لا ما كانش اتبلغ رسمي، لا ما اتبلغش رسمي، فطبعا دايما اتشال. فقال لي احنا كنا عاملين اتفاقيه مع الامارات قبل كده تبادل حكام، فقال لي خلاص اتصرفوا بقى هناك وخدوا. فكان قدامي حل من الاثنين، يا ما اروحش واسيب البطوله وممكن تطلع في الاخر اللي انت زي ما بيقولوا اللي انت ما تحملتش المسؤوليه، يا روح واتحمل المسؤوليه واستنى لما ارجع اشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. الكلام ده محمد حضرتك ما قلتوش ليه بعد ما رجعت من البطوله؟ ايه؟ ليه ما قلتش الكلام ده؟ كابتن انا في المنظومه انا بحاول بقدر الامكان، انا بشتغل. بعد اذنك، انت عانيت معاناه كثيره وانت معاناه فوق ما تتخيل، كان عليك ضغط كبير يعني مش انا النهارده المباراه نجحت تمام، لازم انا اوضح للراي العام ان انا يا جماعه من ضمن كمان مطالبي كان طاقم التحكيم اللي كان بيبقى موجود معايا حد ما ساعدنيش فيه، كان لازم توضح، لان انت وضحت بعد ما انت خرجت من اللجنه، ودي الجزئيه دايما ودي مهمه جدا جدا، وانا موجود لابد ان انا طالب واقول للمسؤول، المسؤول فين المسؤول من الامكانيات دي، لان لازم الراي العام كابتن يعرف العيب فين. محمد في بريره، في محمد سعيد، في ناصر عباس، في اتحاد الكره، لازم الراي العام انت تطلع توضح طول الكلام ده، عشان ما تبقاش الامور النهارده محمد فاروق شايل كل الليله دافع الفاتوره كلها. لا محمد فاروق انا اشتغلت وتعبت، اتحاد الكره ما ساعدنيش، الكلام ده كان المفروض تقوله وانت موجود. طب بمناسبه دفع الفاتوره لجنه الحكام، تسريب محادثات الفار واللي حصل في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، دفعت فاتورتها بالفعل بعد قرار اتحاد الكره باقاله اللجنه؟ انا كمحمد فاروق؟ انا مش انا برضه هرجع انا مستقيل من اللجنه تماما، خلاص انا فاهم ده، لكن اللجنه كلها دفعت
نفعت. ما دلوقتي انتوا بتقولوا في حدث حصل والحدث ده لازم يكون في 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 انسان متسبب في الكلام ده أكيد. سواء بقى من التحكيم او من بره التحكيم في الاخر احنا عايزين نعرف مين. لكن ما تاخدوش قرار بلجنه فيها ناس اصلا ما كانتش موجوده في القاهره اصلا عشان تقولوا كان في تسريب ولا فيش تسريب. يا جماعه عايزين نشوف الحقيقه فين. مين اللي ما كانش في القاهره؟ ايوه ما في ناس واحد زي حمد راضي ده كان ما كانش موجود اصلا ده كان في اسيوط. اوكي يعني في ناس ما كانتش موجوده. محمد فرج ده بتاع الخماسي ما كانش موجود اصلا ده في البحيره. يعني اصلا في ناس ما كانتش موجوده. حضرتك كنت مع استاذ جمال علام؟ كنت مع استاذ جمال علام. طيب هو السؤال بقى في اجتماع فني وفي حاله جدليه وتسريب محادثه ليه سبت كل ده كابتن فاروق كنت قاعد مع استاذ جمال علام؟ ده السؤال اللي ما اتسالكش لغايه دلوقتي. في وسط الاحداث دي كنت مجتمع مع الاستاذ جمال علام ليه؟ لان انا خلاص كنت خدت قرار همشي. انا بتناقش معاه بقى في المشاكل فين اللجنه يا استاذ جمال. احنا كده لا انت عملت لي لجنه ولا الكلام ده كله. حتى هو عشان يمتص الكلام ده عين سعيد عبد الغفار واحنا قاعدين. طب هنضيف سعيد عبد الغفار. فوجئنا بعدها ان سعيد ما نزلش حتى على فكلمته تاني يا استاذ جمال انت. قال لا مش هنجيب حد تاني خلاص. انتوا بتقفلوها من كل ناحيه بقى خلاص بقى. احنا استحملنا وصلنا لاخر يعني عمالين نقول ماشي عشان التحكيم عشان العلاقات الكويسه عايزين نمشي الدنيا. لكن في الاخر حتى راحوا شايلينه. كلمت الكابتن عامر حسين قال لي ازاي؟ قلت له ده اتشال وما نزلش. قال لي انا اتواصل عشان يرجع تاني عشان يشيل حتى حمل من اللي احنا شايلينه. كنا عايزين احمد الجرحي عايزين احمد ساهر. الناس دي اشتغلت بجد مش بنجامل حد والله. يعني احنا مش بنجامل حد. احنا عايزين ناس تشتغل للتحكيم المصري. مش زي ما قلت لك احنا لو هندور على مصلحتنا ما نلعب بالناس الكبيره وخلاص. لكن احنا اتحطينا في مواقف صعبه جدا. انا بقول لك انا اتعلمت من الموقف ده اللي انا جيت على نفسي او على حساب نفسي لصالح ناس تانية. ما كانش ينفع ان انا اعمل كده اصلا. لو كنت ادور على مصلحتي الشخصيه وخلص الموضوع على كده. لكن احنا عشان عندنا شويه من الحياء شويه من الاحترام من الادب في التعامل مع الناس ده اللي وصلنا للمرحله دي. التعديل اللي حصل على اللجنه يا كابتن ناصر كان جزء من المشاكل اللي حصلت دي بدخول وجه جديد او طرف جديد عدم تعيين اللجنه بالكامل كل دي كانت اسباب ولا دخول وجه جديد سبب رئيسي في اللي حصل؟ هرد عليك السؤال كابتن محمد سيد. انت رئيس لجنه الحكام هل المفروض ان انا افرض عليك حد؟ لا. ولا اول حاجه بسالك كابتن محمد انت محتاج مين؟ هو الراجل قال كده انا محتاج سيد غفار احمد ساهر احمد الجرحي مين تاني محمد؟ احمد ساهر واحمد الجرحي وأيمن وسعيد تقريباً وأيمن سعيد ايمن اعتذر وأيمن انا اتكلمت مع ايمن ساهر اعتذر. هو طلب المفروض النهارده لما اجيب حد لا لازم اروح له كابتن محمد. اسال محمد ذات نفسه طبعا هو الراجل كان موجود وجاله اثنين زي ما قلت لك المشكله كان ما فيش تفاهم ما بين محمد والناس اللي دخلت لك الحكام. هروح لنقطه مهمه جدا وهو الاجتماع الفني او التحليل الفني في الجوله الاولى الجوله الاولى. انا اسمح لي اختلف معاك وانا بحبك ايضا. الاجتماع الفني وتحليل الجوله الاولى ده تحليل اليوم ده يوم بقول عليه ليه قدسيه صح كده؟ برافو عليك قدسيه. يعني يا كابتن يعني انا كحكم موجود في التحليل الفني لما بشوف ان محمد صور رئيس لجنه الحكام مش موجود لا يا كابتن الدنيا بتتفك. التحليل الفني ده بيبقى فيه ايه؟ رئيس لجنه الحكام موجود لجنه الحكام الفنيه واللجنه الاداريه كلها موجود كل الاخطاء ليه؟ بيترتب على كل اللي انا بعمله ده الجوله اللي جايه مش الجوله دي. الجوله دي خلاص خلصت بمشاكلها. ده شغلنا دوت في الجوله التحليليه اللي هي كان المفروض محمد يروحها وما راحهاش لاي سبب. كان محمد كنت ممكن تاجل اجتماعك مع جمال علام ولكن التحليل الفني يعني دي حاجه قدسيه. الحكام لازم كلها تبقى عارفه اللجنه كلها موجوده وفي اهتمام وبعدين كل الشغل بيتعمل في الجوله الاولى ده بيروح للجوله اللي جايه بقى. كابتن محمد لو كان في حالات مفيش فيها توحيد قرارات في عدم انضباط في الجوله اللي بعديها بيشتغلوا الحكام على هذا الشغل. فانا بعت هي الجوله اللي هو على فكرة عدم وجوده التحليل ما كانش تحليل كل الماتشات. التحليل كان معمول اصلا عشان المباراه دي بتاعت الزمالك والبنك الاهلي بس كده. الاجتماع الفني هو الهدف من هو الماتش ده كلهم موجودين وكل هيتكلم بس هو كل الموضوع كان في الماتش ده. يعني الاجتماع الفني اتعمل ماتش الزمالك والبنك الاهلي احد يعني الاجتماع الفني اتعمل عشان لا استنى يا كابتن لا بعد اذنك لا. التحليل الفني تناول بعض الحالات يا كابتن محمد الجدليه اللي في بعض الماتشات. لا بس كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه اصلا عشان كده يا كابتن ناصر لحظه كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه. قال لك الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد في الفندق في مدينه نصر وفي القاعه المخصصه للاتحاد الافريقي كمان بالمناسبه كان اجتماع معمول عشان مناقشه حالات مباراه الزمالك والبنك الاهلي بس بالنسبه لا مش بس لا لا هو كانت موجوده في حالات ثانيه يعني. بس هو ده كان الاساس ده كان الاساس ده كان الاساس. طب ده كان قدام الحكام ولا كان ايه؟ كان قدام الحكام المناقشه دي كانت قدام الحكام ولا كانت في غرفه لا كانت قدام الحكام في بعض الحالات ومع الحكام في توقيت ثاني. مزيج ما بين كده وكده. طيب مزيج ما بين كده وكده الحاله الجدليه اللي حصل فيها فكره تسريب المحادثه ومش المحادثه والكلام ده اتقال يوم السبت
قبل الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد، وجهه نظرك كابتن فاروق يعني تسريب المحادثه والاجتماع الفني يوم الاحد، هل مش كان من الافضل انك تتواجد يوم الاحد عشان تعرف ملابسات الموضوع كله؟ لا ما هو خلي بالك كان كلام لسه، ما كانش في حاجه اتعرضت، كان مجرد كلام في البتاع، ما كانش في حاجه رسمي لسه. حتى لو كلام بالنسبه لكم هقول لك بس يا كابتن، انت لما تيجي تمشي رسمي على التحيه اللي اتعمل عمله جمال صدقي وخد بعض الناس اللي هي وصلت لهم الفلاشه او اللي هم كانوا مطمئنين بهذا الموضوع، ده يبرئ لجنه الحكام تماما خالص، لان اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد. هو في الاخر في تحيات نيابه هي اللي هتقول مين اللي بريء. اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد الساعه الاحد الساعه 3:30، تمام. الكلام ده اتقال من يوم السبت، يعني اللي حصل ده حصل ما بين نهايه المباراه لغايه قبل ما يسلم للجنه الحكام. يتسلم الهارد، الهارد اتسلم يوم الاحد 3:30 لمسؤول تقنيه الفار، 3:30 تمام. لكن اتقال الكلام ده امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اصلا ما كانتش وصلت لنا حاجه. فانت على الورق ما فيش، لا الشغل كله او الموضوع كله اتعمل في التوقيت ده من نهايه المباراه لغايه قبل ما يوصل الهارد للجنه الحكام. لكن انت رسمي على الورق، لا لجنه الحكام ما استلمتش غير الساعه 3:30. ليه اللجنه تم اقالتها؟ ما انا ده اللي انا بسال، انا عايز سؤال للاستاذ جمال علام، سؤال للمسؤولين. يا جماعه لو في حاجه غلط لازم نطلع نقول مين الغلطان، والا الموضوع هينام. طب ليه ناس في اللجنه ساكتين ما بيردوش؟ مين اللي يرد؟ يعني الكابتن فاروق طلع، في ناس في اللجنه ما بيردوش. الناس التانية هتقول، تقول يا كابتن طب ما هو تم اقالتهم. ما الناس 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 الناس, الناس الموجوده ناس طيبه جدا، مش هتتكلم في حاجه. لكن انا بقول لك دلوقتي وسؤالي للمسؤولين في البلد في الاجهزه. خلينا على الاتحاد. احنا دلوقتي في مشكله واحنا عايزين نعرف مين سبب المشكله، لكن الموضوع كده هيمشي؟ لا ده انت من حقك انت كلجنه ده انت ترفع قضيه اتحاد الكوره. رد شرف واعتبار للناس، للجنه كلها، باللجنه كلها، لان احنا نعرف الحقيقه فين. احنا قدمنا من 2000 من ساعه الفار ما دخل 2019 ما حصلش حاجه زي كده. وكانت عندنا مشاكل اقوى من كده بكتير. دي اول مره تحصل، دي اول مره تحصل في المنظومه اللي انتوا اشتغلتوا فيها من 2019. من 2019 عمرها ما حصلت. فلازم دلوقتي يا جماعه الموضوع لازم يبان له نتيجه، لكن الموضوع هيمشي وينام وناس تتدخل عشان الموضوع يخلص ويخلص، لا يبقى دي مش رياضه ودي مش كوره، وتوقع بقى المزيد بعد كده. اذا حضرتك ما كنتش موجود، كابتن سيد مراد استلم الهارد يوم الاحد، وبالتالي محتاجين نعرف التفاصيل اكتر في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا. طيب القائمه الدوليه يا كابتن نصر، معلوماتي ان القائمه الدوليه لغايه دلوقتي الاتحاد الدولي لم يعتمدها، وكان بعت ايميل لاتحاد الكوره عايز يفهم ايه اللي حصل في القائمه الدوليه. بمعلوماتك واحنا النهارده بنتكلم في 21 نوفمبر، القائمه الدوليه المفروض تتحسم خلال قد ايه؟ كابتن اللي بيحصل انك انت كاتحاد اهلي بتبعت القائمه الدوليه في ميعادها خالص. عاوز اقول ان مفيش مشكله حصلت قبل كده على مدار السنين دي كلها محمد، ان القائمه الدوليه راحت وكان فيها مشاكل باستثناء السنه اللي فاتت. لما القائمه الدوليه النهارده يحصل فيها مشكله، وانا هسال محمد سؤال مهم تسمح لي بس يعني اخد مكانك. السؤال محمد، القائمه الدوليه اتعملت اختياراتها مرتين. ده مرتين قدام الراي العام. مرتين. هل من المعقول كلجنه حكام، انا كلجنه حكام قائمه دوليه مصر، ومصر دوله كبيره قوي قوي قوي، وانتوا كان عندكم فرصه تقعدوا مع بعض كلجنه، احنا قعدنا يا كابتن، وتحط نقط في الحقوق وتختاروا الحكام، هل من المعقول تتعمل قائمه في يوم وتيجي انت من معسكر ابو قير في الصبح بتيجي عشان تغير وتقول لي ده شغل تحكيم؟ لا انت بتقول لي قائمتين، وانت تعرف بعد كده اصلا ايه اللي حصل؟ لا احكي لنا انت اللي حصل. ما انا ما اعرفش، انا بعد كده البتاع السيستم مفتوح. احكي لنا اللي حصل في الاول حتى. السيستم مفتوح. نبدا من الاول. ابدا من الاول. الكشف الطبي كابتن فاروق اصر ان الحكام تعمل كشف طبي ايا كان فكره الاعمار السنيه، وكله عمل كشف طبي. طبعا. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما خلصوا احنا قعدنا وعملنا قائمه. اوكي. احنا مين؟ اللجنه مع مجلس اداره الاتحاد. اوكي. واعتمدت القائمه. لا انت قعدت الاول يا كابتن محمد مع لجنتك الاول قبل ما تقعد مع الاتحاد. مع لجنتي. مع اخترت الحكام بس عشان نكون واضحين. الاول قعدت انت ولجنتك عشان تختاروا الحكام الساحه والفار وهكذا. تمام. ده قبل ما تنزل. اتفضل يا كابتن فاروق. قعدنا واعتمدنا القائمه وخلص الموضوع. فوجئنا القائمه اتغيرت. مين اللي غيرها؟ اتحاد الكوره. الاتحاد. اتحاد الكوره طبعا. بناء على ايه طيب؟ بناء على اللي قعد معاهم. حد في اللجنه ولا من بره اللجنه؟ لا من اللجنه طبعا. حد من اللجنه؟ طبعا. يعني حد كان معاك في اللجنه اتفق معاكوا على التشكيل القائمه الدوليه بالشكل ده؟ طبعا. وبعد ما تم ارسالها خرج من وراكوا وقعد مع الاتحاد وعدل فيها؟ بس انا حمل الاتحاد ما حملش الشخص. بس انا بتكلم على الاتحاد والمسؤولين. انا بتكلم على مواعيد الاحداث. ده اللي حصل. ده اللي حصل. وبعدين؟ وبعد كده رجعنا تاني عشان نتكلم عن الناس الكبيره اللي هي تكون موجوده كحق من حقوقها. احنا مالناش حق، مالناش مصلحه مع حد. طب ودخلت وعدلت. وتعدل فيها. ايه اللي حصل تاني بعد كده؟ انا ما اعرفش. هو التعديل كان في ايه وازاي؟ كان في محمد عادل فقط. فقط؟ والمساعدين سامي هلهل سامي وهنا فتاح. طب انا سمعت كمان ان محمود ابو الرجال اتشال من قائمه الفار. لا انا مش هتكلم على تفاصيل دلوقتي لان انا معايا الورق
ودي هتبقى حلقه كامله جدا هتكلم فيها محتفظ بالتفاصيل. طبعا طبعا بالورق بكل حاجه. فاعفيني اللي انا لغايه ما تيجي من الاتحاد الدولي عشان يبقى لنا رد على القائمه اللي جايه من الاتحاد الدولي. انت عرفت الاتحاد الدولي بعت ايميل للاتحاد الكوره بيسالوا؟ طبعا لما جالكوا الايميل شفتوا ايه رايك؟ يا ما جالنا الايميل ايه؟ لما جالكوا ايميل من الفيفا كان تعليقك ايه وقتها او اللجنه ردت قالت ايه؟ اللجنه ردت بتقول ان لو في حكام كبار فدول خبرات، لو في حكام صغيرين فاحنا عايزين ندي فرصه، مصر بلد كبيره ومن حقنا ان احنا القائمه بتاعتنا تبقى كبيره. انتوا حطيتوا زياده عن الحد الاقصى؟ في بعض الزيادات وده اللي عمل بلبله شويه بالنسبه بس عادي مش بلبله ولا حاجه، ما كل سنه ساعات بيحصل كده. يعني في السنين اللي فاتت كان بيتحط 8 و9 الكلام ده كله بيتحط، يعني مش جديده يعني. مش جديده؟ لا لا مش جديده لا. طيب لما بعته للفيفا كابتن ناصر وبعته للفيفا، الفيفا ما ردش لغايه دلوقتي. حسب معلوماتي الفيفا ما ردش. هقول لك على حاجه. ومعلوماتي ان تم ارسال القائمه للاتحاد الافريقي. وهيحط القائمه الدوليه بناء على تقييمات الكاف للحكام في الفتره الاخيره. تسمح لي؟ اتفضل. طيب انا بس بسال محمد، هم مجدي رزق هو راجل مسؤول حكام الفار. ليه تم استبعاده من لجنه الحكام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل مجدي رزق هو سبب عدم اعتماد القائمة الدولية ان هو بعت خاطب الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي؟ وده طبعا على عهدة لجنة الحكام قالت ان مجدي رزق خاطب الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي من وراء لجنة الحكام وبالتالي تم استبعاده من لجنة الحكام. هل مجدي رزق تم استبعاده عشان هو قال الكلام الصح يا محمد، ولا كانت ايه مشكله مجدي رزق ان هو شفنا ان هو تم استبعاده حتى في المعسكرات الاولانيه في ابو قير ما حضرش خالص والمعسكر تم بدون مسؤول الفار؟ لا مش استبعاد يا كابتن. بص مجدي رزق اولا هو حد محاضر بتكلم بمنتهى الامانه على درجه عاليه جدا وحد خدم التحكيم المصري واشتغل بكل امانه. لكن اللي حصل في الفتره بتاعت القائمه ان الكابتن مجدي، وانا الكلام ده ممكن هو يزعله بس انا بقول اللي حصل، ان هو رايه كان بيتغير كل ساعه. يعني نتصل بيه نقول له كذا يقول لا الاتحاد الافريقي انا كلمته وقال كذا، نتصل بيه بعدها شويه نلاقي عكس الكلام. فاحنا مش عارفين اصلا هي فين الحقيقه فين اصلا. فدي كانت عملت مشكله. لكن هو على المستوى الشخصي لا، الراجل اشتغل بمنتهى الامانه بمنتهى الثقه في شغله، ما عندوش غبار في الكلام ده كله. فدي اللي عملت المشكله، ان هو بدا يبعت جواب وبعد كده نيجي نكلمه بيقول عكس الجواب. بعت جواب ازاي؟ يعني عشان بس الناس تفهم التفاصيل. بعت جواب لاتحاد الكوره بيقول واحد مش عايزين نقول تفاصيل بس هو مش بعت جواب، هو بعت جواب لا 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 بعت جواب على بعد ما بعت جواب للاتحاد الافريقي هو بعت للاتحاد المصري. تمام. قال له 1 2 3 4 بالنسبه لحكام الفار دول عامه بقى اللي هو ذكر فيه. فلما جينا انا قبل ما اروح للاستاذ جمال علام وانا جاي انا عملت له فويس وقلت له يا استاذ جمال علام انا جاي للاتحاد دلوقتي وفي قائمه دوليه عايزين واحد نتقي ربنا في كل حاجه نعملها عشان ربنا يحاسبنا عليها، ثانيا نحط اسم مصر ونشتغل على الكلام ده كله، وانت تتواصل مع لان كانت عامله مشكله الفار مع الكابتن مجدي رزق كواحد مسؤول وعنده خبرات وعلى اتصال بالاتحاد الافريقي وتسمعه عشان كل نقطه تتحط على الحروف. وبعت له كل حاجه معايا وبعت له الفويس ده. لما جينا فعلا الاستاذ جمال علام الراجل راح متصل بالكابتن مجدي رزق واحنا قاعدين قال عكس الكلام خالص اللي هو كان كاتبه. فالقصه هي دخلت في كده. بس هي الفكره عشان اوضحها للناس برضو، كابتن مجدي رزق ومسؤول تقنيه الفار في لجنه الحكام كان ليه رؤيه ان طبقا لشروط الفيفا في حكام لا تنطبق عليهم الشروط ويتحطوا في لسته الفار وبالتالي كان بيستبعده. طبعا وجود بعض اعضاء اللجنه موجودين وابنائهم بيحكموا ده عمل مشكله وعمل ازمه. بامانه يا كابتن فاروق، وجود ابناء الحكام واعضاء اللجنه موجودين في نفس التوقيت، يعني العلاقه اللي موجوده ابناء العاملين زي ما بيقولوا، ده كان سبب ازمه في عمل لجنه الحكام؟ لا يا كابتن، عايز اقول لك على حاجه. اصل ده كان قرار اتاخد ان طوال فتره تحكيم حكام ووالد الكابتن كذا او والد الكابتن كذا موجود في اللجنه ولا مش موجود في اللجنه؟ وفي اللجنه وبره اللجنه. يعني عايز اقول لك مثلا كابتن احمد الشناوي لا يتدخل خالص في كابتن عزب حتى لو ابنه، كابتن نصر عباس ما ابنه من احسن الحكام الموجوده في المحترفين، ما عمره اتصل قال مثلا ماتش ولا الكلام ده كله عشان بس ما نزوجش باسماء اولياء الحكام، لا ده ما اثرش في اي حاجه خالص، لان احنا كنا بنشوف القرار من صاحب القرار الموجود بتاع الفار، لو قال هنا هنمشي معاه، لو قال هنا هنمشي معاه. الراجل يعني ان الكابتن مجدي رزق بعت ايميل للكاف ده كان سبب رئيسي في تغييره. ده كان سبب رئيسي. اللي غير واللي عمل الاستاذ جمال علام. الاستاذ جمال علام. هو اللي غير. يعني هو حتى قبلها بيوم هو كان مصمم ان مفيش تغييرات هم موجودين، هو تاني يوم غير كابتن مجدي رزق فيسال عن هذا الكلام برضه. انت طبقت الشروط يا كابتن ناصر؟ الشروط اتطبقت فعلا؟ في القائمه الدوليه؟ هو ده الكلام بقى يا كابتن محمد، انا مش عندي كابتن فاروق، انا عندي لائحه وشروط الفيفا في تعيين حكام الفار. انت عندك شروط واضحه جدا جدا. ومجدي رزق لما قعد مع حضرتك وقعد مع اللجنه قال يا جماعه الشروط 1 2 3 ان عشان انا يتم ترشيحي لقائمه الفار لابد ان انا اكون بلعب ملعب على الاقل سنتين يا كابتن محمد، ودي الشروط الموجوده في الاتحاد الدولي. ومجدي اشتغل بالشكل ده يا كابتن محمد،
واتفقوا ان في ناس لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي هو الراجل قال رايه الفني. خلي بالك فيه عشان توضيحا لمجدي، هو مش موجود. مجدي لما سئل ما سالش صراحه مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. هم قالوا له ايه؟ قالوا له هل محمد عادل وامين عمر لو ما دخلوش قائمه الفار يؤثر عليهم في كاس العالم 2026؟ ده السؤال اللي اتسال مجدي. قال لهم لا، ما سالش مجدي في انت حاطط مين ومش حاطط مين. لا يا كابتن، لا 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 لا، انا ما كنت موجود يا كابتن. لا واتسال على الناس اللي هي بتنتقد هي ما كنتش موجوده. قال لا، من حقهم يكونوا موجودين، وما فيش الكلام ده خالص، ودول حكام صغار السن ودول مستقبل التحكيم في مصر، يكونوا موجودين. الكلام اتغير يا كابتن محمد. انا بقول لك الكلام اللي اتقال من الحكام الدوليين. انا وعايز اقول لك على حاجه، في ناس كان في الاتحاد الافريقي مع الكابتن مجدي رزق في الفندق واتكلموا وقالوا نفس كلام الكابتن مجدي. قالوا لا، الكلام ده مش موجود، والحكام الصغار السن دول يكونوا موجودين، ومفيش حاجه اسمها ياخد رخصه ولا الكلام ده كله. كلام من الاتحاد الافريقي كانوا موجودين، رغم ان المسؤولين بتوع الاتحاد الافريقي عملوا ده في اتحادات بلادهم على فكره. ده انا بقول لك، ده انا بقول لك بمنتهى الامانه، في المغرب وفي تونس وفي الجزائر اللي هم بيقولوا ما ينفعش، هم عملوه في اتحادات بلادهم. فمش شرط تاخد المعلومه وكانها ثقه، لان برضه انت داخل في منافسه معاهم على التاهل لكاس العالم. بلاش كده يا كابتن محمد. سؤال يا كابتن محمد، عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. اللي عايز يروح كاس عالم هيروح كاس عالم، اللي وراه اتحاد قوي هيروح كاس عالم. سيبك بقى من فار ورخصه ولا الكلام ده كله، اصلا والكابتن ناصر حكم كبير وعارف الكلام ده كله. اتحاد كره قوي ورا حكم بتاعه هيروح، وحكم واثنين. طب وانت شايف الاتحاد بظروفه دي مش هيبقى قوي في ان الحكم يروح كاس عالم؟ هو فين الاتحاد دلوقتي؟ اه هو موجود الاتحاد دلوقتي؟ لو كانت الظروف استمرت بالشكل ده يعني كان صعب ان هو يوفر حكام وتروح كاس عالم؟ صعب طبعا. صعب صعب. كابتن محمد، يا كابتن محمد، احنا عارفين كويس قوي ان الاتحادات بتقف مع حكامها، ولكن انا اعمل الصح، انا كنادي الحكام اعمل الصح، لان عندي شروط ترشيح يا كابتن محمد. انا اشتغل صح واحط الحكام اللي تستحق، وبعدين اقول الاتحاد يوقف وما يوقفش. انما ما اشتغلش غلط واقول ان الشروط اللي انت بتقول عليها دي مش هيقف. لا الشروط اللي انت بتقول عليها جت شروط بنفس الكلام بتتنافى مع نفس الكلام ده برضه، نفس الشروط دي بالعكس. طب ما تيجي نبص اللي جانا حكام شمال افريقيا يا كابتن. انا ماليش دعوه بالمعايير اللي بيعملوها المعسكر الفار اللي تم فيه ارسال الحكام في معسكر الفار. حكام هم يحملوا الشاره الدوليه وشاره الفار. ومن طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن ناصر. طيب صادر ليه ما خدوش؟ طب ماشي، طب حمزه الفارق موجود، كل الناس دي بتصفر. طب ما خدوا حسام عزب حجاج في كاس الامم. لا ده معسكر تقدير يا كابتن ماشي. هقول لك ليه، لان هو طالع الاول عليهم في الاختبارات، في التصنيف، في التصنيف بتاع المعسكر اللي كانوا موجودين هنا، اللي ما حدش يعرفه. في ناس تانية بتقول الكابتن وائل فرحان هو اللي تصنيفه اول. لا ما اعرفش وائل ايه بالظبط، بس انا بقول لك حسام واخد تصنيف عالي جدا جدا. ده الكلام ده معلومه ولا حد قال لك؟ لا 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 معلومه. معلومه؟ اه يعني ده ممكن اخدها تصريح على لسان رئيس لجنه الحكام السابق. اه موجود الكابتن، واخد اعلى الدرجات. كان تصنيفه رقم واحد. لا واخد اعلى الدرجات يعني في التصنيف الاعلى. اه بزي اللي هم. طب خدوه ليه؟ لا الاختيارات ساعات بتبقى مش امور فنيه بنسبه 100%. طب احنا بتبقى في كده وفي كده. طب ما مش شرط. طب احنا لسه بنقول له يروح كاس العالم، مش ما نفس المنطق انت بتتكلم عليه بقى. لو انت عايز هتودي مثلا كابتن محمد سعيد كاس العالم، هيروح كاس العالم. حط له معاييره وبعد كده اسند. هي كابتن بعد اذنك، هي اولا دي قائمه تحضيريه مش اساسيه. بس هنرجع لموضوع القائمه الدوليه، ولسه عندي مفاجات ثانيه في بعض الاسئله، لان اكيد في ملفات برضه عايزين نتكلم فيها. بس نطلع لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه الحوار مستمر، ولسه عندي مفاجآت اكيد هنتكلم عليها، لان النهارده اكيد ضيفنا ضيف استثنائي، وكمان بوجود الكابتن ناصر عباس بنستفيد كمان في الامور التحكيميه عشان نعرف الامور ماشيه ازاي، كانت ماشيه في الطريق الايجابي ولا زي ما انتم شايفين في اتجاه سلبي كان هيأثر على المنظومه بشكل كبير. لكن كابتن فرح هروح لك على نقطه مهمه جدا، والموضوع ده تم اثارته في الاعلام الفتره الاخيره. فجاه وانتم موجودين في السوبر المصري في الامارات، جه ايميل من الاتحاد الاردني كان عايز طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن محمد عادل، وترد رد سلبي على لجنه الحكام في الاردن. كان عندك معلومه بالايميل بالتفاصيل ولا اتفاجئت بيها؟ لا لا لا، كان عندي ايميل بالتفاصيل، بس خلي بالك عشان احنا الاتحاد الاردني ده انا اتعاملت معاه السنه اللي فاتت واللي قبلها. تمام. والاتحاد التونسي. انا وجهه نظري انت ما تبعتليش تقول لي انا عايز سين وصاد، انت تبعت لي لجنه الحكام تقول لي انا عايز طاقم على قدر كبير من المسؤوليه، انا اودي الطاقم ده. بس ساعات كان الاتحاد المصري بيطلب حكام في اوروبا. ما بيطلبش بالاسم يا كابتن. كان ايام محمد حسام الدين الله يرحمه كان بيقول لك انا طلبت من ايطاليا الطاقم الفلاني. انت كنت بتطلب الاهلي والزمالك والكلام ده كله، ماتش كبير اصلا. ما هو هناك ديربي كبير في الاردن. لا هناك، لا ده مش كل ماتش. طب ماشي الديربي كبير، اللي بعده بيبقى فيه ماتشات هبوط. نفس الكلام، هات لي سين وصاد، نفس الكلام. لا انت كاتحاد
ما تجيبليش. وبعدين في نفس الوقت ما انت ما تطلبش مني مثلا محمد عدل ولا هيلعبوا في الدوري الممتاز عندي، هو انا هبوظ الدوري الممتاز عندي بحكامي اطلع امين ومحمد عادل ومحمد معروف وهم يلعبوا هناك، وانا ما ليش حد مثلا هنا يلعب الماتشات الصعبه والماتشات الكبيره. فكان ليها خيارين، كان ليها مشكلتين. أيوة. عندي الحاجه الاولى انك انت ما تفرضش عليا تقول العب مين، انت قول لي طقم كبير وانا هحط طقم كبير وعندي حكام كبيره. اتنين انا عندي دوري هيبدا، فمش معقول دوري هيبدا اول اسبوع وانا اطلع حكامي تلعب. فدي اللي عملت المشكله بصرف النظر عن اي حاجه. كان مين البازيل اللي انتوا فكرتوا فيه ساعتها؟ لا احنا بعتنا له هناك قلنا له قول لنا احنا نعين طقم، هو رفض اصلا. لا رفض خلاص، يا تجيب ده مش هجيب لي الطقم ده، مش هنجيب مش هناخد طقم حكام مصريين اكيد. فطبعا احنا مش هنشتغل من خلال لجان يعني تدينا تعليمات، لا انت تقول لي وانا هودي. وبعدين انا كنت بدي بعمل ايه قبل كده؟ يعني كنت بودي مثلا مساعد محلي يروح في ماتش دولي ياخد خبرات، حد مثلا قد يكون ما 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 مش موجود في القائمه الدوليه يروح ماتش زي كده يكتسب خبرات. لكن انت بتفرض عليا تقول لي الثلاثه والرابع دولي كمان، ما ينفعش. طيب كابتن ناصر، ومش الطبيعي ان انت كاتحاد بيطلب منك يختار حكام بالاسم لو هو عايز حكام كبيره تنجح المباراه اللي عنده؟ عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى، انا من حقي كدوله ببعت للاتحاد المصري، وده يعتبر انجاز لحكام مصريين ان هم يمثلوا الدوريات الاخرى يا كابتن محمد، ودي حاجه لابد ان انا اقف عندها شويه وابص ليها كويس قوي قوي، ان حكامي طالعه في الاردن وفي تونس وفي السعوديه بتلعب. ليه؟ ده مردود بيعود على التحكيم المصري دوليا. دي نمره واحد. حته محمد ان انا ما عنديش حكام تحكم في دوري مصر، لا مش انا ما عنديش يا كابتن. انا بتكلم بعض الماتشات الصعبه اللي بيحكمها حكام دوليين كبار. انا النهارده عندي هي كانت الجوله الاولى على فكره بالظبط، كان لسه الدوري هيبدا، عندي 36 حكم. محمد عادل لما يطلع مش هيفرق قوي لو انا هعينه في الجوله الاولى، ممكن اعينه الجوله الثانيه او الثالثه، مش هيفرق معايا. ولكن يفرق معايا انك على لجنه حكام، انا من حقي كدوله اطلب طاقم التحكيم، وما تقوليش ابعت حكم مساعد وحكم، لا، ان ده ديربي في الاردن. فلما يطلع طاقم تحكيم مش عيب ان انا بطلب محمد سعيد ونصر عباس ومحمد فاروق، يا جماعه انا لو عاوز انجح المسابقه عندي بالظبط، يبقى انا المفروض ان انا اكون في مرونه شويه في التعامل مع الاتحادات الاهليه، خاصه واحنا بنطلع حكامنا بره. ده شرف للحكام والتحكيم المصري في الاتحاد الافريقي ايضا، مردود كبير والاتحاد الدولي. حكامنا بتطلع بره مش بس في الدوري المحلي، لا، تونس والمغرب والجزائر، وده اللي احنا عاوزينه كده. انا اتذكر سيكازوي رئيس لجنه الحكام في زامبيا حاليا طلب، كان طلب الكابتن امين عمر بالاسم واللجنه وافقت بالظبط كده. ماشي يا كابتن، ما انت انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله لما تطلب حكم عندي بالاسم ماشي، لكن انت ما تاخدهاش خلاص بكل كل اسبوع تبعت لي طاقم. هو هو كابتن فاروق بكل امانه، هل المشاكل اللي كانت موجوده في اللجنه ما بين احد اعضاء اللجنه مع الكابتن عادل كان جزء من فكره الرفض؟ لان قبل كده طلب من اللجنه امين عمر يدير مباراه في زامبيا وسافر. صح؟ تمام تمام. الماتش بتاع امين عمر فاكره. طيب يبقى المعيار نفسه موجود. بص يا كابتن، ممكن تكون المشكله موجوده لكن مش هي الاساس. بكلمك بمنتهى الامانه، بس موجوده. موجوده طبعا موجوده، بس مش هي الاساس، عشان برضو ما نقولش للراجل. ما انا مش هاجي على الكابتن فاروق اقول للكابتن فاروق السبب، بس ممكن في مجموعه معاك يقول لك لا بلاش، محدش هيطلب، محدش كذا، رغم ان قبل كده الطلب والناس وافقت. لان احنا كنا متمسكين بمحمد عادل يلعب اول اسبوع. طب اختيار عادل في اول اسبوع ما كانش معاك في المعسكر؟ لا، محمد عادل ما كانش معانا في المعسكر لان كان عنده شغل، وجيت تاني يوم سمع التعديلات والبتاع زيه زي الناس اللي قاعده مع المعسكر كله، كان كله تعديلات جديده. حضر تاني يوم وسمع كل الكلام ده، وانا تواصلت مع محمد عادل شخصيا اطمن عليه نفسيا وكل حاجه، قال لي انا جاهز وما عنديش اي مشكله خالص. وحكم كبير. طيب كابتن نصر، طيب سؤال محمد، انت حضرت محمد عادل، حضرته بدنيا وذهنيا ونفسيا عشان يلعب اول جوله؟ لا، ما حضرتوش نفسيا. نفسيا هو حضر قد ايه يا كابتن فاروق؟ ايه ده؟ وهو المعسكر قعد يومين ثلاثة مثلا ولا حضرش اصلا محمد عادل؟ حضرش عمل التعديلات الجديدة، حضرها في اتحاد الكورة هو وبعض اربع حكام او خمسة. لا انا بتكلم على معسكر ابو قير الاعداد للدوري. هو ما جاش اصلا معسكر، ما جاش اصلا لان كان عنده شغل تحضيري لمباراة الاهلي والعين. طيب يعني معسكر الاعداد ما كانش موجود فيه. طب انا ارد بقى. اتفضل يا كابتن. كابتن محمد عادل اولا ما كانش جاهز بدنيا ولا نفسيا ولا ذهنيا ولا حاجة خالص. ليه؟ اولا موضوع القائمة الدولية وان هو يتشال ويجي ويتحط، ادي واحد. نمرة اثنين، موضوع ان هو المعسكر الاول في كل الحكام الدوليين حكام ومساعدين هو لما يبلغ بالمعسكر الاول. ومين عمر ما راحش المعسكر الاول؟ هكمل بقى بعد اذنك. المباراه التحضيريه في الجوله الاولى للمحترفين كل الحكام دول خدت، غندور خد، امين عمر خد، حمد البنا خد. هتقول لي كان عندهم خدوا وكان رايح السوبر. الوحيد اللي ما خدش المباراه هو طلب على فكره ان انا العب مباراه في دوري المحترفين احضر نفسي فيها، ما خدش مباراه. تيجي مشكله مباراه الاردن وتم تعيينه بالاسم ما راحش. كل هذه الظروف يا كابتن ما حضرش المعسكر بتاع ابو قير، يعني ما حضرش تعديلات، ما حضرش قله قال، وفي الاخر خلاص احطه في الجوله الاولى. انا كلام الحكام انا مخطئ،
ما ينفعش. حتى لو الحكم طلب ان هو يلعب قول له ستوب، انت مش جاهز اصلا، ده انت قعدت يوم كامل في اتحاد الكوره من الساعه 2 ل 11 بالليل عشان موضوع قمه دوليه مع محمد فاروق، او ل 8 بالليل. مين قال كده يا كابتن؟ قاعد من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 2 للساعه 5 يا كابتن. ماشي ساعات. في سرعات بقى ايه بقى؟ سرعات انا موجود. عايز اقول لك على حاجه، انا مش موجود بيقول المحترفين ما لعبش. محمد عادل تواصل، كان في ماتش ودي بيتلعب فرقه في الدوري الممتاز عامله ماتش ودي، استاذني ان هو محتاج يلعب قبل الماتش عشان يجهز. محمد قبل الماتش الودي هو خد في المحترفين يا كابتن؟ ما كانش في ماتشات ساعتها. ازاي هم كنا بندي للناس اللي مسافره. ايوه ما انا مش هدي برضو المحترفين. كابتن انت عندك 9 ماتشات في الدوري. طب انا اقول لك على حاجه، بنزل 2 بس يا كابتن. طب ما الجوله اللي فاتت بلعب ب8. سؤال، الجوله اللي فاتت محترفين وده شغلك انت؟ كلهم حكام في الدوري الممتاز. طب وده هم فين صح 36 حكم اللي بتوع دوري المحترفين؟ هاخد بقى سؤالك انت كده واقول واقول له كده للكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي انا بحبه وبحترمه، وبقول للكابتن ياسر لازم تديله الفرصه، حد كويس جدا. بقول له يا كابتن ياسر في 36 حكم في دوري المحترفين، احنا لغايه دلوقتي ما بنشوفش حد، كلهم بتاع الدوري الممتاز. ما ينفعش، لازم الناس دي تلعب، ده الصف الثاني بتاعك في الدوري الممتاز. والكابتن ياسر على درايه بالكلام ده كله، وانا واثق ان هو يعني هتلعب الحكام في دوري المحترفين. ما ينفعش نضيع ذخيره كبيره جدا من الحكام. لاعب الدوري الممتاز بس بعض الماتشات زي ما كنا بنعمل 10 ماتشات يلعبوا منهم حكمين. انت قصدك ان كل حكام الدوري الممتاز نزلوا لدوري المحترفين؟ في ناس نزلت القسم الثاني كمان الممتاز بيه. القسم الثاني كمان؟ في ناس حكمت في الممتاز بيه. طب فانا من وجهه نظرك هو من وجهه هو نظره عايز يبدا بدايه جيده، مش عايز مشاكل كتير. لا هو وجهه نظره ان هم ياخدوا فورمه الماتشات عشان الدوري الممتاز، انا ما عنديش مشكله، بس يبقى في نسبه وتناسب، لان في دوري الممتاز ده في حكام صاعده عايزه تلعب. في المحترفين لما 36 يلعب منهم واحد ولا اثنين، طب هيلعبوا امتى؟ فهنحتاج الدوري الممتاز ده في المراحل المتاخره في الدوري، بتقدر تحطه في مثلا ماتش صعود ماتش هبوط. لكن لسه احنا لسه في الاسبوع السادس ولا الاسبوع السابع، وانا بدور اكتر واحد لعب كام، لعب ماتشين. طب محمد انت الداتا بتاعت الحكام سلمتها للكابتن ياسر بتقييمات المقيمين؟ سؤال بس ده مهم عشان بس ما نظلمش ياسر. لا انا ما بظلموش. بالعكس ده انا مع كابتن ياسر قبل وقالبا عشان اشتغل على بظلموش. لازم يكون الداتا عندي مظبوطه. انا كرئيس لجنه لو مش عندي داتا كابتن محمد مش عارف اشتغل. لا الداتا كلها موجوده مع الدكتور عزب حجاج، خاصه ب 36 حكم موجوده، صفاره و44 حكم موجوده موجوده مع كابتن فريد. لا ما انا بقول النهارده رئيس لجنه الحكام يا كابتن. انا النهارده محمد انت رئيس لجنه الحكام سبعه، حتى لو انت مشيت في ظروف صعبه انا ممكن تليفون كابتن ياسر، انا عندي 36 حكم صفاره من فضلك، تقييماتهم موجوده، المقيمين مقيمون كويس، عندي حكام كان منهم 8 او 10 حكام هيخشوا في معسكر بار يلعبوا في دوري ممتاز، من فضلك خلي بالك منهم، وعندي 44 حكم سعد. ده دورك كابتن. الكلام ده موجود هناك اللجنه. ايوه واللجنه عارفه الكلام ده كله اللي انا بقول لك عليه والله. اللجنه عارفه الكلام ده. انا عارف بس هي اللجنه بس ياسر عارف هم طبعا عارف. السياسه بتاعتهم ممكن تكون هي مختلفه تماما عننا، وليهم كل التقدير والاحترام، ما عنديش مشكله تمام. بس انا بقول للكابتن ياسر عشان دول اللي انت هتحتاجهم بعد كده، اللي انت تقدر تعمل لهم رخص ويلعبوا معاك في الدوري الممتاز، لان احنا كلنا مع لجنه الحكام، كلنا عايزين لجنه الحكام تنجح. انا طيب. بدور اللي هو ينجح. طب بمناسبه لجنه الحكام، اللجنه بتشكيلها الحالي كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن تامر دري، كابتن توفيق السيد، دكتور عزب حجاج. دور الكابتن ياسر كرئيس للجنه، كابتن تامر دري محاضر دولي، واشتغلت مع المجموعه دي كلها. كابتن توفيق السيد بيبقى دوره ايه في اللجنه؟ دكتور عزب توفيق دوره ايه في اللجنه؟ هما الاثنين دورهم اداري. اداري مش فني. هما الاثنين في الشغل الاداري على مستوى عالي جدا. الدكتور عزب ادار اللجنه في سنين طويله جدا، كابتن توفيق مسك منطقه القاهره ونجح فيها، فالاثنين دورهم في نفس الدور. طب ايه الفرق بين الدور الاداري والدور الفني؟ لان انا بشوف حكام بيطلعوا يحللوا حالات تحكيميه وما بيبقاش فنيين. انت رحت سؤال مهم جدا. وهنرجع لمشكله تاني حصلت في اللجنه اللي فاتت. تاني كابتن محمد بنقول توفيق السيد دوره ايه في لجنه الحكام؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. توفيق السيد انا بتكلم توفيق السيد طبعا ليه كل الاحترام والتقدير. راجل مسك لجنه الحكام من القاهره على مدار 6 سنين. اداري شاطر قوي قوي قوي، شخصيه حاسمه. انا شايفه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الحته الاداريه كابتن محمد يفيد جدا جدا جدا. وعلى مدار سنين جايه المفروض توفيق السيد يشتغل. الحته الفنيه بالنسبه لتوفيق هو يمكن مش حاببها، مش عايز اتكلم بلسانه، ولكن انا شايف ان الراجل ده نجح قدام عينيا في رئاسه لجنه حكام القاهره على مدار 6 سنين. ليه؟ عنده شخصيه وحاسم جدا والحكام بتحبه واكيد هيفيد المكان. هنا السؤال وانا بسال الكابتن ياسر، لابد انك انت في النقطه دي لابد بقى عشان ما نرجعش تاني يا كابتن محمد نتكلم مين مسؤول اداري ومين مش مسؤول اداري. نحط نقط في الحروف. كابتن توفيق السيد هل هو مسؤول مدير لجنه الحكام؟ يطلع يقول لنا. هل هو ماسك ملف معين؟ محمد يطلع يقول لنا. ليه؟ لان بيترتب على كده ايه؟ اختلافات
مش عاوزين نعود تاني للقصه اللي فيه ناس بتختلف وناس بتتفق. دي بالنسبه لتوفيق السيد مهمه قوي. النقطه الاخيره سريعا وده لياسر عبد الرؤوف. ياسر النهارده مفيش نجاح للتطوير التحكيمي بدون المناطق الفرعيه. كابتن سريعا كده في دقيقه واحده. المناطق الفرعيه عندها شغل كتير قوي قوي محمد. في ناس مش شغاله خلينا نكون واضحين، وفي ناس بره كوادر شبابيه على مستوى عالي قوي. في ناس فيها فساد في المناطق. في فساد في المناطق. في فساد في المناطق. ازاي؟ في فساد في المناطق. استنى انت قلت ايه؟ في فساد في المناطق، في بعض المناطق. انا بتكلم بمنتهى الامانه، انا عملت تشكيل للمناطق وديته للاستاذ جمال علام من ست شهور. كلم محمد بقى انت بقى عشان ده في فساد في بعض المناطق. في ناس نجحت لكن في ما ينفعش يا جماعه. بس انت قلت جمله مهمه قوي، مش عايز اقول خطيره بس دي جمله مهمه. اه طبعا. فساد في بعض المناطق، قصدك مناطق تشكيلات الحكام في المناطق الفرعيه. المناطق اللي هي بتدير. اللي بتدير. اه لابد الناس دي لازم تتغير، لازم تمشي. طيب. يا جماعه بمعنى ايه؟ بمعنى اللي اصلا في حب وكره. انت حبيبي وبتكلمني في التليفون وبتوصلني بالعربيه هديك ماتشات، انت ضدي انا مش هتلعب. ما هو لازم الناس تعرف. انا بقول لك انا عملت له تشكيل للجنه الحكام. للتشكيل المناطق للاستاذ جمال علام وشرحت له كل ده شغال ده مش شغال. وفي ناس مثلا لا عندها لا فساد ولا غير ولا شغاله. لا تمشي وتيجي ناس مكانها. هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص. هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص. دورها ان هي تستقبل الماتشات وتوزعها. طب الحكم لما يلاقي ان المنظومه نفسها فيها كده هتطلب منه العداله ازاي في الملعب؟ ما هو ده اللي احنا بندور عليه. انت عايز تعمل عايز تطور من تحت. تبدا من تحت. تبدا من تحت بالمناطق الفرعيه، تبدا من تحت بفلوس الحكام، اعمل القاعده الاساسيه اللي تبني عليها وبعد كده اشتغل. لكن احنا اصلا ما فيش اصلا قاعده اساسيه وعمالين ايه من فوق بنخبط في بعض. طب وبعدين؟ يا كابتن انا اقسم بالله اسال الحكام. انا الحمد لله علاقتي كويسه جدا بالحكام، يعني انا لي علاقه جميله بالحكام. اسال وما يقولوا لك اللي في مناطق لا، وفي مناطق شغاله على اعلى مستوى بصراحه، في مناطق شغاله على اعلى مستوى وفي مناطق سلبيه. ما احنا مش عايزين اللي احنا ايه ندخل الحب ده تبع ده وده تبع ده ده. انا قلت قبل كده المجاملات هي شيء من الفساد. فلازم لازم نغير من تحت. المناطق دي يا جماعه اللي هي مثلا ايه، انت بتتكلم بدون قصد اللي دي مناطق، يعني بتكلم منطقه اسكندريه، منطقه القاهره، منطقه الجيزه، دي المناطق اللي قصدها كابتن محمد فاروق. مش قصه الفساد ان هم دول، لكن اقصد المناطق اللي هي المحافظات اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه برضه المنطقه دي ها. المنطقه دي اشم واعمى. المنطقه دي يعني وضح لنا لجنه ايه؟ اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه في منطقه القاهره. لجنه فرعيه في منطقه اسكندريه وليس المقصود بها المنطقه كمنطقه ككل كمنطقه، لكن لجنه فرعيه في منطقه القاهره، لجنه فرعيه في منطقه اسوان، لجنه فرعيه في منطقه اسكندريه، بني سويف. دي اللي جال اللي طبعا كابتن محمد فوني. بصراحه الكلام خطير جدا، للاسف وقتنا جري معاكم بسرعه. لا معلش كلمه اخيره من النبي الله يخليك يا محمد، من النبي كلمه اخيره انا ارتبطت المناطق وقلت محمد قال حاجه خطيره جدا فساد. لا كابتن النهارده انا بقول ياسر عبد الرؤوف، ياسر في مناطق شغاله كويس قوي، وفي مناطق النهارده شغلتها تعيين الحكام بس، شغلتها تعيين المراقبين بس. لا يا كابتن انا النهارده عندي كفاءات. مفيش مناطق فيها مجاملات؟ مفيش مناطق فيها مجاملات؟ كابتن مفيش لجان فيها لا ده ما ده انا بكلم بقى ياسر النهارده. طب ما هو ياسر حط عينك على المناطق ياسر. المجاملات دي هي فساد يا كابتن. ما هي ماشي المجاملات مش معايا. انا هتكلم انا بقول لك اهو ياسر انت في المطبخ وعارف اكتر من كابتن. المجاملات اسمها فساد. دور المناطق في دقيقه واحده، هو دور المناطق النهارده انا اوزع على الحكام ماتشات. دور المناطق النهارده في اخر الموسم المنطقه تعمل لي ايه؟ تطلع لي تقول لي يا كابتن محمد يا سعيد انا عندي 60 70 حكم، انا شغلي كلجنه فرعيه خد دولت بتقدمهم لك. طب النهارده لا النبي محمد النبي والله بيبلغوا لنا المناطق القاهره اكبر منطقه على مستوى المناطق الفرعيه مع اسكندريه. هل من المعلوم النهارده يبقى في ثلاثه او اثنين؟ لا هذه المنطقه هي زي لجنه الحكام، احط فيها سته او سبعه على كفاءه عاليه تدير منطقه القاهره، تدير منطقه اسكندريه. عشان ايه؟ الرساله وصلت في الاخر. أكيد. نجيب حكام من المناطق الفرعيه. انتوا محتاجين حلقات مش حلقه فيها ساعه ولا ساعه. عندنا كتير يا كابتن. اخر سؤال في اجابه في 10 ثواني، لو رجع بيك الزمن تشتغل مع نفس المجموعه اللي كانت معاك او ترجع ولا لا؟ لا لو رجع بيها زمن اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. اختار المجموعه، لان المجموعه اللي معاك فيها اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. طبعا. طيب كابتن محمد فوران بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبتمنى لك التوفيق في البرنامج الجميل بتاعك ده، واحنا ما عندناش غير الحق والعداله واللي يرضي ربنا. شكرا جزيلا كابتن فاروق. كابتن ناصر عباس نورتنا وشرفتنا. بحييك وبحييك على الحوار الجميل اللي انت عملته محمد النهارده بامانه، يعني بحيي محمد طبعا على الصراحه. ربنا يخليك يا كابتن، انا سعيد اني موجود معاك. وهو ده دورنا في الترند وفي الفار. وهي ده او هو ده الهدف من فكره الفار. الفكره في حد ذاتها بنوضح التفاصيل. فكره مش في حاله تحكيميه او مين كسب ومين خسر، لا الدهاليز اللي موجوده في ملف التحكيم فيها كلام اصعب من اللي قاله الكابتن محمد فاروق. احنا لو قعدنا لغايه بكره كنا هنسمع تفاصيل اكتر من كده. حد كان يتخيل ان الحكام كانوا هيرجعوا من الامارات ومنع الظهور الاعلامي ورئيس اللجنه اخر من يعلم؟ جديده بالنسبه لنا. حد كان يعلم ان اللجان الفرعيه في المناطق فيها فساد زي ما قال الكابتن محمد فاروق؟
النهارده بنسمع كلام جديد وتفاصيل بنحط ايدينا عليها عشان نعرف الخبير الاجنبي اللي اشتغل قبل كده الناس ساعدته وفرضته الامكانيات ولا الناس كلها كانت بتشتغل ضده بس جبنا خبير اجنبي. دي تفاصيل بنحاول نوضحها من خلال الناس اللي كانت موجوده في المطبخ ومن خلال خبرات برضو وتواجد الكابتن ناصر مع عباس معانا في الحالات اللي بنعملها في فقره الفار. في الختام بشكر ضيوفي، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقات جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.